بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي مشاهدي قناة النادي الأهلي في كل مكان، أهلا وسهلا بحضراتكم في حلقة جديدة من برنامجكم البيت الكبير، بيت كل الأهلوية وبيت كل الناس. الحقيقة هبدأ مع حضراتكم كالعادة، النادي الأهلي مش مجرد اسم أو شعار، النادي الأهلي تاريخ وكيان صعب إن أي حد يوصل له. النادي الأهلي براند عالمي في كل شيء، بالتاريخ والأرقام. الأهلي فخر الفرق والأندية المصرية والإفريقية. الأهلي هو مؤسس علم المبادئ الرياضية على مستوى الأندية والمرجع الحقيقي للمبادئ والأخلاق. دائما يظل النادي الأهلي هو نادي الأخلاق والمبادئ، وحنفضل نشتغل بهذه الكيفية وبهذه الطريقة طول عمرنا مهما كانت الأسماء اللي موجودة أو مهما كانت الظروف، لأنه في النهاية احنا بنتعلم من اللي قبلينا من سنة 1907 وحتى الآن. عشان كده دايما بنقول أجيال بتسلم أجيال. أول حاجة عايز أتكلم فيها مع حضراتكم النهاردة وهو موضوع هودي لحضراتكم لبعض نتائج اللي النادي الأهلي عملها مع النادي المنافس، وهقول لحضراتكم ليه، يعني ليه أنا عايز أوريكم إن احنا متفوقين. النادي الأهلي يعني متفوق على النادي المنافس في كل شيء، في كل الألعاب الرياضية، أو حتى الأرقام اللي أنا هجيبها لحضراتكم هتبين لكم أنا عايز أقول إيه بعد كده. هنعرف الأول هو ليه، أو هنبدأ بكلامنا في الأول هو ليه خلال هذه الفترة المنافس بيهاجم التحكيم وبيناور ليه بالتحكيم. هو طبعاً الأصل ان هو عايز الاحتواء يرجع، وان هو يقدر يكلم فلان ويرجع علان، ولما يحصل حاجه يقعد يزعق لكذا ويعمل لكذا، فبالتالي الناس تتهز وتبدا تجيب له الحكام اللي هو عايزها، والكلام اللي حضراتكم عارفينه واللي كان بيحصل السنتين اللي فاتوا. مش كلامي بالمناسبه، ده كلام هم اللي كانوا بيطلعوا يقولوه سواء دلوقتي او في اللجنه السابقه، لان هو الاحتواء ده هو كان السبب الرئيسي في ان الفريق يتوج او النادي الاهلي لا يتوج بالبطولات خلال الموسمين اللي فاتوا. طيب طبعا اللي كان بيحتوي مشي، عشان كده هو قال ان هو مش هيرجع تاني يعني، فاما نشوف. عموما مفيش مشكله. طيب والسبب التاني، خدوا بال حضراتكم من اللي انا هقوله لانه موضوع مهم جدا. بص العصفوره، هو ده المنطق اللي ماشي بيه انديه اخرى. بص العصفوره، ابعاد الجماهير عن النتائج اللي بتحصل للمنافس في الالعاب الاخرى وقطاع الناشئين. يا عم اسلام انت بتقول ايه؟ اللي انت بتقوله ده؟ انت بتقول كلام من غير ارقام. حضراتكم عارفين عني كده؟ انا دايما لما بطلع اتكلم مع جمهور النادي الاهلي، لانه جمهور النادي الاهلي مش بيقتنع وخلاص، لا، جمهور النادي الاهلي لازم توري له حقائق علشان يقتنع بيها، لانه ده جمهور واعي، فلازم تقول له الكلام اللي انا هقوله ده، هل الكلام اللي انا بقوله ده صحيح ولا مش صحيح؟ طيب خليني اعرض لحضراتكم حالا، مش بكره ولا بعده، حالا اكتساح، وانا هسميه اكتساح لان هذه هي الحقيقه، اكتساح النادي الاهلي للمنافس في مباريات الالعاب الاخرى. وهقول لكم ايه اللي بيحصل. فريق رجال سله النادي الاهلي بيفوز على الزمالك 92-64 في دوري السوبر. حقيقه ولا مش حقيقه؟ حقيقه. فريق رجال الطايره رقم 2، فريق رجال الطايره يفوز على الزمالك 3-1 في الدوري، حقيقه ولا مش حقيقه؟ حقيقه. فريق رجال الطايره الاهلي يفوز على الزمالك 3-0 في الدوري مره ثانيه، حقيقه ولا مش حقيقه؟ حقيقه. فريق سيدات سله الاهلي يفوز على الزمالك 122-52 في دوري السوبر، حصل ولا ما حصلش؟ تسرحوا ولا ما تسرحوش؟ تمام. فريق شباب النادي الاهلي للكره الطايره 15 سنه يفوز على الزمالك 3-0 في الدوري. فريق رجال تنس الطاوله يفوز على الزمالك في البطوله العربيه 3-0. فريق شباب النادي الاهلي للكره الطايره 15 سنه يفوز على الزمالك 3-0. فريق ناشئات النادي الاهلي للكره الطايره 14 سنه يفوز على الزمالك 3-1. فريق سيدات طايره الاهلي يفوز على الزمالك 3-1. فريق رجال سله الاهلي يفوز على الزمالك بنتيجه مش عارف كام في اياب نصف نهائي الدوري المرتبط. فريق رجال السلة الأهلي يفوز على الزمالك بنتيجة 71-64 ذهاب نصف نهائي دوري المرتبط.
فريق شباب السلة 16 سنة بيفوز على الزمالك بنتيجة 81-42 في إياب نصف دوري المرتبط، وهكذا. فريق شباب سلة الأهلي 16 سنة بيفوز على الزمالك بنتيجة 62-34، وهكذا. أرقام كثيرة جدا. أنا الورق اللي أنا بعديه ده كله أرقام، هذا قليل من كثير. فهطلع أقول لك إن أنا فاشل؟ استحالة. لكن هطلع أقول لك إيه؟ بصوا التحكيم في الكورة بيعمل فينا إيه؟ بصوا التحكيم بيحصل معانا إيه؟ على فكرة هتقولي طب ما أنت، أنا لما بطلع بقول إن أنا عندي مشاكل في كذا وعندي مشاكل في كذا وعندي مشاكل في كذا وعندي مشاكل في كذا، ولكن مش هسيب حقي في التحكيم، مش هسيب حقي في التحكيم، لن أسكت على حقي في التحكيم. لكن أنا عندي مشاكل في الناحية الهجومية بشوفها، عندي مشاكل في الناحية الدفاعية بشوفها، عندي مشاكل في وسط خط الوسط بشوفها وبحاول أحلها. فبص العصفورة، هذه هي الطريقة. بص العصفورة، ابعد العين أهم حاجة عن مين؟ عن أعضاء مجلس الإدارة المشرفين على هذا الموضوع. خلي بال حضراتكم من الكلام ده، لأنه كلام مهم جدا جدا. كل اللي مطلوب إن احنا نتكلم بس على التحكيم، عشان هو نقول إن الفرقة بتاعتنا، هم يعني نقول إن الفرقة بتاعتنا بتخسر علشان التحكيم والفارق النقاط وكذا والسحر والمش عارف ايه والبتاع، وانت كأهلي اتعادلت في المباراة اللي بعدها سبحان الله. لكن في النهاية عمرنا ما بننظر لهذا الشكل من الضحك على الدقون. وبص العصفورة، انا بس حبيت اوري حضراتكم مثال صغير. احنا عندنا في قطاع الناشئين 6-0 مش عارف ولا 6-1، كسبانين كل المباريات اللي لعبناها ضد نادي الزمالك في قطاع الناشئين، يعني قطاع ناشئين، العاب صالات، العاب كذا، العاب، مش هكلمكم على الكورة، مش هتكلمكم على الكورة، أنا لسه الكورة بعدين، لكن أنا مش بتكلم على الكورة. مع إن أنا لسه واخد سوبر ضد الزمالك، لكن أنا بوري لحضراتكم إيه اللي بيحصل. فأهم حاجة تبعد عينك عن اللي بيحصل في ألعاب الصالات، في الطايرة وفي السلة وفي كذا وفي كذا وفي كذا وفي كذا. عارفين حضراتكم لو أي حد من المنافسين كسب هذه المباراة اللي إحنا عمالين نكسبه الفترة اللي فاتت دي، والله العظيم ثلاثة هيتعمل فرح، وأنا بتكلم مع حضراتكم أهو، هيتعمل أفراح. إحنا هنا بنعمل إيه؟ بناخدها نتيجة، بناخدها نتيجة، لأن الرياضة بتدعو لسمو الأخلاق وليس بهذا الشكل اللي إحنا بنسمعه ليل نهار. ادي المباريات اللي كسبها النادي الاهلي في كل، على قد ما قدرت اجيب. انا الفكره دي جت في دماغي من 3 4 ساعات، فقلت للشباب حضروا لي الحاجات دي، فقالوا لي يا كابتن على قد ما قدرنا نجيب. ده من شهر 6 اللي فات لغايه دلوقتي، انا كنت ممكن اجيب لحضراتكم. لكن اهم حاجه ان بص العصفوره، محدش يبص على النتائج دي، لان النتائج دي هتثبت فشل المشرف او هتثبت فشل منظومه إن الأهلي بيكسب في كل حاجة. فأنا بتكلم في سلة وطايرة وقطاع ناشئين وكل حاجة، الألعاب الفردية كلها والألعاب الأخرى الفردية وجماعية يعني، وقطاعات الناشئين. فزي ما حضراتكم شايفين، وفريق أول زي ما حضراتكم شايفين، مباريات بتكسبها كتيرة جدا جدا. فأنا أعمل إيه؟ هتكلمك عن التحكيم، وهخبط لك في التحكيم، وهخبط لك في كلاتنبرج، وهخبط لك في فلان، وهخبط لك في علان، وهوريكم اللي بيحصل ايه، علشان في النهاية يعني محدش يبص بقى، والجمهور ما يحاسبنيش كمجلس إدارة على كل الألعاب الفشل في هذه الألعاب. فالحقيقة مهم جدا جدا نعرف، لأنه معلش أنا هعمل حاجة أنا آسف إن أنا هعملها. اللي أمام حضراتكم دي إيه؟ تعالى يا سمير، اللي أمام حضراتكم دي إيه؟ 5 جنيه، مظبوط؟ صح؟ 5 جنيه. هل ينفع أنا أطلع أقول لحضراتكم إن دي 10 جنيه وحضراتكم تهزوا لي راسكم وتصدقوا؟ وتجادلني إن هي لا هي 10 جنيه؟ يعني دي 5. تخيلوا حضراتكم دلوقتي أنا طلعت قلت لكم يا جماعة دي 10 جنيه.
فلو حد جادلني وقال لي دي مش 10 جنيه يا اسلام دي 5، ههاجمك وهحاول اقنعك ان الحاجه اللي ظهرت قدامك دي 10 جنيه. ده بيحصل. بيحصل. بيفكرني بالعلبه دي فيها ايه؟ وروني العلبه دي فيها ايه؟ كذا. فالحقيقه هو ده اللي بيحصل بالظبط. الخمسة جنيه 10 جنيه هي كده، هتصدق هتصدق وانا هقعد اهزم من خاطر. صح. يا سلام. صح. هو ده اللي بيحصل خلال هذه الفترة. هو ده اللي بيحصل خلال هذه الفترة، ان انا بقنعك ان النهاردة اللعيبة دي بياخدوا منشطات وبيشربوا مش عارف ايه ومش عارف ايه ومش عارف ايه، بكرة ده احسن ناس في التاريخ. ده انا اللي هيحصل غير كده. الحقيقه حاجات غريبه جدا بنشوفها، ولكن انا بس معلش انا اسف ان انا هنتقل من هذه النقطه لنقطه جميله ومضيئه. جميله ومضيئه. النهارده انا لسه جاي حضراتكم من الاعلان عن الراعي الرابع للنادي الأهلي. الراعي الرابع للنادي الأهلي. قيمة النادي الأهلي والشكل الرائع اللي بيحصل في هذه المؤتمرات. النهارده الكابتن خطيب وهو بيتكلم لفت نظري ونظر كتير جدا جدا من اللي موجودين، كمية التحدي اللي بيتكلم بيها كابتن خطيب. هتقولي تحدي؟ هقول لك اه، لأنه قال في الأول جملة هنسمعها بعد قليل. قال جملة مهمة جدا جدا جدا. قال لك النادي الأهلي إن شاء الله هيفضل رقم واحد وكذا وكذا على الرغم من التحديات الكبيرة جدا اللي بتواجه النادي الأهلي. على الرغم من التحديات الكبيرة جدا اللي بتواجه النادي الأهلي. وقال أنا هقف عند النقطة دي، وقالها مرتين أو ثلاث مرات على ما أتذكر يعني. عارفين حضراتكم تحديات قد إيه علشان يظل دائما الأهلي هو رقم واحد؟ ويظل دائما النادي الاهلي الاول في كل شيء بجمهوره. عمرنا ما هنروح نقول لكم بصوا العصفوره. عمرها ما هتحصل وعمرها ما حصلت. عمرها ما هتحصل وعمرها ما حصلت. وقت ما كانت النتائج مش كويسه قلنا ان في اخطاء وفي كذا وفي كذا وفي حساب عسير للمقصرين وكل حاجه، ده طبيعي جدا بالمناسبه. لكن عمرنا ما بنقول الخمسه على الخمسه جنيه 10 جنيه، عمرنا ما بنقول كده. ولا عمرنا بنفضل نعمل كده وخلاص. فالنهارده انا اسف مش عايز، لانه المنظر اللي جاي ده منظر يحتاج الى التامل، وان احنا نبص على المؤتمرات الصحفيه لتقديم الرعاه للنادي الاهلي. الاول كان اتصالات مصر، واللي بعده كان بنك ابو ظبي الاول مصر، الثالث جي ال سي للدهانات العالميه، الرابع النهارده شركة المراسم الدولية للتطوير العمراني، حاجة في منتهى الرقي، حاجة فعلا تدعو إلى الفخر. قبل بس ما أتكلم عن هذا الأمر خلونا نسمع كلمة رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي كابتن محمود الخطيب في المؤتمر الصحفي للإعلان عن الراعي الرابع للنادي الأهلي، ونرجع نكمل مع حضراتكم. بسم الله الرحمن الرحيم. كل سنة وحضراتكم طيبين. إن شاء الله تكون سنة سعيدة علينا جميعا وعلى بلدنا بإذن الله وكل بلاد المسلمين بإذن الله. الحقيقة النهاردة يمكن برضو من الأيام الحلوة جدا اللي بتمر في تاريخ النادي الأهلي. أنا النهاردة زي أي مشجع أهلاوي ببقى سعيد وفخور جدا بالنادي بتاعنا. لما النادي بتاعنا أو نادينا يعني بيقدم حاجه كويسه او بيعمل حاجه كويسه اكيد كلنا بنبقى سعداء او يحقق اي انجاز او بطوله. ده بيحصل النهارده. بيحصل النهارده واحنا بنعلن عن الراعي الرابع للنادي الاهلي ان شاء الله. لكن على المستوى الشخصي انا سعيد جدا وسعيد اكتر علشان مصلحه الاهلي تتحقق. مصلحه النادي الاهلي تتحقق قدامنا. بنشتغل عشان النادي الاهلي وعشان مصلحه النادي الاهلي. وكمان عشان بيشاركنا في المناسبه دي هي شخصيه عزيزه علينا جدا
وعاشق للنادي الأهلي هو الأستاذ خالد بن لادن، اللي احنا بنرحب بيه وبنرحب بكل أفراد العيلة الكريمة اللي مشرفينا النهاردة، وبكل الحضور من الشركة الراعية للنادي الأهلي مراسم. بنرحب كمان بالإخوة الإعلاميين والمصورين والإحياء والتواجد الكبير جدا اللي أنا شايفه، بنرحب بكل السادة الحضور. في البداية لازم نشكر ربنا سبحانه وتعالى، لأنه بالرغم من الصعوبات الكتير اللي بتقابلنا، وأنا بعني الكلمة دي صعوبات كثيرة جدا بتقابل النادي الأهلي، بالرغم من الصعوبات دي والتحديات اللي بنواجهها، وإحنا بنشتغل عشان نعظم مواردنا ونوفر احتياجات النادي. من النادي الأهلي يا جماعة ما عادش نادي واحد، نادي الأهلي النهاردة في الجزيرة، ونادي أهلي مدينة نصر، ونادي أهلي الشيخ زايد، ونادي أهلي التجمع، غير الفرع اللي احنا النادي الأهلي يعني حاصل اسمه عليه اللي هو فرع الأقصر. الفروع دي كلها أو المنشآت الخاصة كلها بالنادي الأهلي، مع كمان الفرق الرياضية اللي أنا شايف كتير جدا من فرقنا الرياضية موجودين، وأنا بشكرهم جدا لحضورهم، ماشيين بنحاول إن احنا نمشي في الطريق الصح، وبنحاول إن احنا يعني نستكمل حتى الخطة الإنشائية بتاعتنا بالطرق السليمة وبإنجاز يتحكى عليه الناس كلها. وأعتقد إن فروع النادي الأهلي والنادي يعني اللي إن شاء الله قريب جدا جدا هيتم افتتاحه اللي هو الأهلي التجمع، أعتقد هو مفخرة لكل الأندية الرياضية اللي ممكن تكون موجودة في الشرق الأوسط. مفيش حاجة كده، مفيش حد، مفيش نادي في الشرق الأوسط عنده المنشآت دي، مفيش نادي في الشرق الأوسط عنده الفروع دي. النادي الأهلي عنده ده، النادي الأهلي كبير جدا، النادي الأهلي كبير بجماهيره، أولا بتوفيق الله سبحانه وتعالى، بجماهيره، بأعضائه، بكل الرياضيين اللي فيه، بكل الأجيال وكل مجالس الإدارات اللي تواكبت على خدمة النادي الأهلي. النهاردة احنا يعني بنوصل لمرحلة الرابعة في ملف الرعاية، وده واحد من الملفات الرئيسية بالنسبة لنا. بدأنا بشركة اتصالات مصر، ثم بنك أبو ظبي الأول مصر، وبعد كده جي ال سي، والنهاردة بنعلن عن شركة مراسم اللي بإذن الله هتكون الراعي العقاري الرسمي للنادي الأهلي لمدة 4 سنوات قادمة إن شاء الله. إحنا سعداء جدا طبعا بالتعاقد مع شركة مراسم، شركة كبيرة في المجال العقاري وليها باع كبير جدا في مصر وفي الوطن العربي كله. والنادي الأهلي زي عادته دايما لما بيعمل شراكة بتكون شراكة مع الكيانات الكبيرة، شراكة تعكس قيمة الأهلي وشعبية الأهلي اللي موجودة في كل أنحاء العالم، وكمان بتعكس قيمة شركائنا اللي هم أيضا مؤسسات كبيرة جدا جدا. وعشان احنا اتكلمنا عن شعبية الأهلي لازم نتكلم عن جمهور النادي الأهلي، لأنه جمهور واعي جدا، جمهور عنده وفاء وعاشق لنادي، جمهور عنده وفاء وعاشق لنادي، جمهور بيعلم تماما كل التحديات اللي بتمر امام النادي الاهلي او مع النادي الاهلي. احنا اكيد بنراهن على جمهورنا، بنراهن عليه وهنفضل نراهن عليه، لانه دايما في ظهر ناديه، على المره قبل الحلوه معاه. وزي ما بيقولوا، وأكيد جمهور الأهلي زي ما بيساند النادي وفرق النادي، أكيد برضو جمهور الأهلي هيبقى دور ليه دور كبير مع شركاء النادي الأهلي في الرعاية بتاعته. وهنا كمان مش عايز أنسى الحقيقة أو أشكر الشركة المتحدة للتسويق الرياضي، المسوق الحصري لحقوق الرعاية، والإخوة القائمين عليها. ومش عايز أنسى كمان أشكر كل المؤسسات الوطنية في الدولة اللي بتساند كل الكيانات الناجحة تحت قيادة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية. عايز أرجع تاني وأرحب بالأستاذ خالد بن لادن، وأشكر شركة مراسم على تعاونها وحرصها على التعاقد مع النادي الأهلي، وإن شاء الله تكون شراكة ناجحة بإذن الله،
وتحقق مصلحة كل الأطراف بإذن الله. أما بالنسبة بقى لينا احنا، والكلام ده لكل فرد في منظومة النادي الأهلي، كل واحد ينتمي للنادي الأهلي موجود، لازم يا جماعة نشتغل بجد، ولازم اللي احنا فيه النهاردة دوت يحفزنا أكتر، مش يهبطنا، مش نكتفي، يحفزنا أكتر. كل واحد مسؤول، وببدأ بي أنا بنفسي وكل أعضاء مجلس إدارة، نشتغل للنادي الأهلي فقط، لكل لاعب يشتغل للنادي الأهلي فقط، لكل مسؤول في الإدارة التنفيذية يشتغل للنادي الأهلي فقط. إحنا كلنا الشغل ده بالشغل اللي إحنا عايزين نعمله، وإن إحنا نكون مصرين إن إحنا عندنا إصرار كبير إحنا نعمل شغلنا صح، بإذن النادي، النادي الأهلي يبقى رقم واحد. أعتقد إن ده يعني نضاعف مجهودنا لخدمة نادينا بإذن الله، عشان يفضل بإذن الله النادي الأهلي رقم واحد، وبإذن الله هيبقى رقم واحد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طيب، دي كانت كلمة الكابتن محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي في هذا الأمر. وزي ما حضراتكم شايفين حاجة محترمة جدا، الشكل العام لو أنت قاعد بتتكلم أو لو كنت قاعد موجود وموجود في المؤتمر هتتبسط جدا جدا جدا، حاجة محترمة جدا. كل ما حدث اليوم وقبل كده يدعو كل أبناء النادي الأهلي وكل محبين النادي الأهلي إلى الفخر باسم هذا النادي العظيم. وأيضا على الجانب الآخر، النهاردة كان نائب رئيس مجلس إدارة شركة المراسم، وشفت في كلمته هو بيتكلم الحقيقة دكتور خالد، شفت في كلمته أنه هو بيحب النادي الأهلي جدا وعارف قيمة النادي الأهلي بمنتهى الاحترام وبمنتهى الأدب. وزي ما حضراتكم شايفين رجل صوته جميل وصوته واطي كده، تحس هو بيتكلم حاجة محترمة جدا جدا جدا. خلينا نطلع نشوف أيضا كلمة نائب رئيس مجلس إدارة شركة المراسم وحديثه عن النادي الأهلي وكلمة قالها دكتور خالد بن لادن. نطلع نشوف كلمة نائب رئيس مجلس إدارة شركة المراسم دكتور خالد بن لادن، ونرجع نكمل مع حضراتكم مرة أخرى. بسم الله الرحمن الرحيم. أخوة الأعزاء، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لمن دواعي سروري أن أخذ بينكم اليوم في هذا الاحتفال على شرف النادي الأهلي عريق. من وأنا صغير أي حد كان بيسألني أنت إيه؟ أقول وأنا أهلاوي. يسعدني أن أنقل لكم تحيات أخويا الكبير رئيس مجلس الإدارة شركة المراسم المهندس عمر بن لادن، وأشكركم على حضوركم الكريم. وسنة شركة جهود في السوق المصري قبل 25 عام، مضت تحديات في عام 97 في مجال الإنشاءات والمقاولات، وحققت الكثير من الإنجازات على أرض الواقع برؤية نافذة وتخطيط علمي متكامل. قدنا في التحويل إلى ميدان التطوير العقاري والعديد من المجالات الداعمة ذات العلاقة والمشروعات المستدامة، وصولا إلى أقصى مستويات النجاح. بمشروعات ضخمة تعكس رؤيتنا الإبداعية لمزيد من الأصالة والحداثة. وفي إطار دور شركة المراسم على المجتمع ورغبته العميقة في إرساء حقبة جديدة من النجاح والشراكة مع كيان النادي الأهلي العريق الذي أثبت منذ تأسيسي في عام 1907 أنه حصن الرياضة واقتصادي منيع أمام أعتى التحديات، وما زال يقترح المعجزات والنجاحات محليا وإفريقيا
بأسس ومبادئ احترافية ترقى للعالمية وتوازي رغبة شركة المراسم الدولية للتطوير العمراني في كتابة فصل جديد من تاريخ نادي القرن، فإنه يشرفنا أن نكون الراعي العقاري الرسمي للنادي الأهلي لسنوات قادمة، سائلين الله عز وجل التوفيق والنجاح، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحقيقة حاجة محترمة جدا دكتور خالد بن لادن نائب رئيس مجلس إدارة شركة المراسم. زي ما حضراتكم شايفين النادي الأهلي يليق بشركة كبيرة زي شركة المراسم، وشركة المراسم تليق على النادي الأهلي لأنها شركة كبيرة في المجال العقاري. كل التوفيق إن شاء الله، وتظل دائما هذه الشراكات الكبيرة بدايات جديدة للانطلاق لعالم أكثر تطورا، الحقيقة عالم رياضي أكثر تطورا طبعا، ده من خلال النادي الأهلي. زي ما حضراتكم سمعتوا كده كابتن خطيب قال عندنا خمس مقرات، أنا بسميهم خمس مقرات، أربع مقرات موجودين في القاهرة ومقر في الأقصر، مقر النادي الأهلي في الجزيرة، ومقر النادي الأهلي في الشيخ زايد، ومقر النادي الأهلي في التجمع الخامس، ومقر النادي الأهلي في مدينة نصر، أربع مقرات، ومقر النادي الأهلي في الأقصر اللي موجود عليه اسم النادي الأهلي. كابتن خطيب قال إن احنا عندنا هذه المقرات كلها الحقيقة على أعلى مستوى، وزي ما حضراتكم شايفين ده كان وقت توقيع العقد ما بين النادي الأهلي وشركة المراسم في وجود كابتن محمود الخطيب ودكتور خالد بن لادن نائب رئيس مجلس إدارة شركة المراسم. حاجة محترمة جدا وحاجة تدعو دائما إلى الفخر. عندي كلام مهم جدا 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 فيما يخص الإعلام الرياضي تحديدا، ووقوفه ضد كابتن سيد عبد الحفيظ، وما بيبصش للي بيحصل بالليل في قنوات تانية. هقول لكم على الموضوع ده لأنه موضوع مهم، ولكن خلينا نطلع فاصل الأول، وبعد الفاصل هرجع أتكلم مع حضراتكم على بص العصفورة برضه بس بطريقة أخرى. خلينا نطلع فاصل وبعد الفاصل نرجع. طيب خلينا نتكلم عن كأس العالم، وبعد كده أروح لحضراتكم على الموضوع اللي عايز أتكلم مع حضراتكم فيه، الحديث عن قرعة كأس العالم، وإن النادي الأهلي إن شاء الله، طبعا هذه القرعة تم إجراءها يوم الجمعة الماضي في المغرب، وأسفرت عن الآتي. من واحد، طبعا هذه المباريات ستلعب من 1 إلى 11 فبراير 2023. أيضا لو النادي الأهلي فاز في المباراة الأولى والمباراة الثانية أن يلاقي ريال مدريد، وتبقى بقى مباراة القرن. بالفعل هي مباراة القرن، نادي القرن في أوروبا مع نادي القرن في إفريقيا، وهتبقى مباراة إن شاء الله نتمناها كلنا كمصريين وكلنا كعرب، نتمنى هذه المباراة أن نرى نادي القرن في أوروبا ونادي القرن في إفريقيا وهم بيلعبوا بعض. إن شاء الله تستعد 3 أندية عربية للمشاركة في النسخة رقم 18 من بطولة كأس العالم للأندية بالمغرب خلال الفترة من 1 إلى 11. يشارك في هذه البطولة 7 أندية، هي الوداد البيضاوي المغربي المضيف، الأهلي ممثل إفريقي. هو أنا بقول الكلام ده كله عشان أوري لحضراتكم إيه اللي مكتوب رسمي. الأهلي ممثل إفريقي، الوداد المغربي البلد المضيف، الهلال السعودي ممثل آسيا، سياتل الأمريكي ممثل الكوناكاف، أوكلاند سيتي أوقيانوسيا، فلامينجو البرازيلي أمريكا الجنوبية، وريال مدريد أوروبا. طبعا منذ انطلاق هذه النسخة لكأس العالم في سنة 2000 شارك 67 فريقا في هذه البطولة، صاحب أعلى نسبة مشاركة هو أوكلاند سيتي برصيد 10 مباريات، ويأتي خلفه النادي الأهلي بواقع 8 مباريات وريال مدريد 7 مشاركات. طيب النقطة الأولى دي مواعيد المباريات في كأس العالم للأندية، ولمن لا يشجع النادي الأهلي عليه أن يمتنع عن رؤية هذه الفقرة يوميا. يعني كل يوم لما تيجي بتتفرج عليها عشان تطلع
تنتقد شوية وتتكلم شوية مالكش دعوة بالفقرة دي، عشان دي هذه الفقرة لمن يلعب في كأس العالم للأندية. عايز تعتبرها حاجة كويسة أوكي، مش عايز تعتبرها حاجة كويسة زي ما أنت عايز، لكن في النهاية زي ما بوري حضراتكم كده اللي هيتفرج على الفقرة دي جمهور النادي الأهلي بس، عشان يبقى فخور وسعيد بفقرة كأس العالم للأندية. طيب زي ما قلت لحضراتكم، ايه اللي خلى الناس تتضايق في مباراة الاهلي، او ايه اللي خلى جمهور النادي الاهلي في مباراة النادي الاهلي الاخيرة بعيدا عن التعادل؟ يعني المشهد انا هقوله لحضراتكم كالتالي، ليه جمهور النادي الاهلي زعل من اللي حصل بعد نهاية المباراة. المشهد كالتالي، حمدي فتحي واقف يتكلم مع كابتن وليد عبد الرازق حكم المباراة. أنا كلاعب من حقي إن أنا أروح أتكلم مع حكم المباراة ونتكلم مع بعض عادي، هوري لحضراتكم فرق أخرى، هوري لحضراتكم مش دلوقتي، هوري لحضراتكم فرق أخرى اتعملت أكتر من كده، خليني أكمل. فحمدي واقف مع كابتن وليد عبد الرازق وبيقول له يا كابتن وليد ادينا دقيقتين زيادة، بعدين هكلمكم في موضوع الوقت الضايع، ادينا دقيقتين زيادة اللي فاضلين وخلاص. كابتن أحمد عبد القادر جه واقف جنب كابتن حمدي فتحي والاتنين واقفين جنب بعض كده خلاص. محمود متولي مش في الصورة، محمود متولي مش في الصورة. فجأة محمود متولي جاي وقف جنب أحمد عبد القادر وحمدي فتحي، فالحكم باصص كده وبيتكلم مع حمدي فتحي وكابتن محمود متولي جاي من الناحية التانية كده. فجأة لقينا الحكم بص ورفع وقام مدي الكابتن محمود متولي إنذار. هو اللي يبص للموقف هيقول ايه؟ أن تركيز الحكم الوحيد هو أن هو يدي كابتن محمود متولي إنذار. وأنا لن أشكك في ذمم أحد إطلاقا، ولكن يا كابتن وليد حمدي فتحي وكابتن أحمد عبد القادر اتكلموا معاك، وعلى فكرة أنا هنا ما بقولش تهجموا ولا عملوا ولا مش عارف، لا رايحين يتكلموا مع الحكم. يا كابتن ليا دقيقتين ثلاثة، فممكن هو يفهمهم بمنتهى البساطة، يا جماعة لا أنا خدت عندي قد كده وقت وكذا، هو حر. أو يقول لهم يا جماعة ما حدش يتكلم معايا، لكن هو كان واقف بيتكلم، وكان واقف في حوار بيحصل ما بين حمدي وأحمد عبد القادر وكابتن وليد، فجأة محمود متولي قام مطلع له الإنذار. بدون تفكير، بدون تفكير بيدي لمحمود متولي الإنذار. ده لو أنا واحد من جمهور النادي الأهلي هفكر إزاي؟ هفكر إن الحكم مستني محمود متولي عشان يديله انذار، واللاعب ما ادالوش فرصه طوال 90 دقيقه وهو ما صدق. ده تفكير الجمهور. ليه؟ لان اللاعب هيغيب عن مباراه الزمالك القادمه، في حين ان في لاعبين اخرين مثلا في مباراه الزمالك اهو، بص حضرتك بيقول له اتفضل اطلع، جه قام مطلع اهو اهو، باينه جدا باينه جدا باينة جدا، يعني ما فيهاش كلام. اطلع بره، بص هو مش شايف مين اللي جاي، هو كده شايف اهو، بص احمد عبد القادر واهو، وبيقول محمود متولي بيقول لحمدي فتحي اوعى، قام جاي مطلع الانذار ومدي لمحمود متولي. انا وريت لحضراتكم اهو. طيب خلينا بقى نروح للناس. ده أول حاجة زعلت جمهور النادي الأهلي، هو أنت ليه بتعمل كده يا كابتن؟ ليه يا كابتن وليد؟ مش هقول لك إن أنت في المباراة كذا وكذا وكذا وكذا، يجب أن يكون هناك شرح للي حصل، حد يطلع يقول لنا هو ليه كابتن وليد عبد الرازق عمل كده؟ على فكرة ممكن يقول حاجة مقنعة جمهور الأهلي يقتنع بيها، ممكن، ما أعتقد، بس ممكن. أنا مش هكلم حضرتك عن مجدي قفشة اللي خد 21 غرزة يوميها، أنا مكلمه 5 الصبح. 5 الصبح عشان اطمن عليه. محمد شريف له ركله جزاء مصر كلها اتكلمت عليها الا كابتن، بالمناسبه كابتن احمد الشناوي قال لك رجلي ما اتكسرتش بجد والله، قال كده فعلا. المهم انا ما اتكلمتش في كل ده، ولكن انا بتكلم في اللقطه اللي قدام حضراتكم. طيب خلصنا دي. الناس اللي بتلوم على كابتن سيد عبد الحفيظ انه راح اتكلم مع الحكم المباراة بعد انتهائها. مساء الخير، أخباركم إيه؟
سامعيني؟ طيب حضراتكم اللي جاي ده حصل بالفعل على شاشة إحدى القنوات. هو حضراتكم بتشوفوا الناس اللي بتتكلم عن اتحاد الكورة وعن لجنة الحكام وإن هم بيعيبوا في ذمم الحكام وبيعيبوا في ذمم الناس كلها على الهوا بالساعة وبالساعة ونص على الهوا كل يوم بالليل ومحدش بيجيب سيرة الكلام ده، سايبين كل ده وعمالين تقولوا سيد عبد الحفيظ غلط وما ينفعش ومش عارف ايه والكلام ده كله، محدش بيفتح بق. لكن سيد عبد الحفيظ لما الناحية التانية اشتم في الحكام، مش احنا ولا عمرنا هنعمل كده، ولا عمرنا هنعمل كده. يطلع يتشتم اتحاد الكورة، يطلع يتشتم الحكام، يطلع يتشتم اي حد في مصر كلها، ما عنديش مشكلة يتشتم، واحنا كاعلاميين مش هن ولا حاجة، هنبص الناحية التانية. لكن اول ما حد من الاهلي محمود متولي سيد عبد الحفيظ راح يتكلم مع الحكم، حقه كمدير الكورة ان هو يتكلم مع الحكم، حتى لو هو ما اخطأش، ولكن حتى لو حصل اشوف. طب ما اتكلم على فكره، لو الاعلام الرياضي بيتكلم على كل ده ما حدش فينا كان هيقدر يفتح بقه. يا جماعه سكتونا، خلونا نسكت. ولكن ان حضرتك بتكيل بمكيالين كالعاده، عادي جدا ان انا شايف واحد ناس بتطلع كل يوم بالليل تقعد تشتم في مصر كلها، وعادي جدا ما بنفتحش سيرتهم وما بنجيبش سيرتهم. لكن لما سيد عبد الحفيظ يروح يطلب حقه وحق فرقته يبقى الدنيا تتقلب. صحيت شاهد ما شافش حاجه ممكن تشغلوها بقى ساعتها لو الجانب الاخر. فالحقيقه حاجات غريبه جدا الواحد بيشوفها. طيب مباراه مانشستر يونايتد ومانشستر سيتي، مش هتكلم على الجون، انا كتبت على الصفحه عندي، فانا مش هتكلم على الجون ان هو نفس الجون بتاع مباراه الزمالك والداخليه، وان الحكم حسبه بالظبط هو وقال لك لانه ما لمسش الكوره ولم يتداخل، نفس الكوره بالظبط اللي يعني بقالنا اسبوعين من ساعه الماتش ده ما خلص لغايه دلوقتي يقول لك ظلم الحكام. طيب لو عندك الصور بتاعه ماتش مانشستر سيتي، طيب اهي على فكره اللعيبه راحت تتكلم مع الحكم عادي، ما خدوش انذارات، امر طبيعي ووارد جدا ان اللاعبين يتكلموا مع الحكم بالمناسبه، ما فيهاش اي مشكله. ولكن الغريب اهو حضرتك واقفين حوالين الحكم، ده في اوروبا مش في مصر، ده في اوروبا. طب وريني الناحيه الثانيه في مصر، هات كل الصور بعدين وريني الناحيه الثانيه في مصر. زي ما حضراتكم شايفين بيحصل يا جماعه ان الحكم، على فكره الحكم ده المفروض ان هو يكون القاضي العادل. يعني لو حضرتك شايف ان انا متنرفز وجاي عليك متنرفز اديني انذار ماشي، ما عنديش مشكله، لكن هدي الناس وانت بتتكلم. لكن انت شفت طريقته مع حمدي فتحي، انت بتتكلم برضه، يجب ان يكون هناك نوع من الاحترام حتى وانت بتتكلم. زي ما حضراتكم شفتوا الناس واقفه حوالين الحكم، حصل ايه؟ الحكم ادى انذار لحد؟ الحكم في الدوري الانجليزي مانشستر يونايتد بيلعب مانشستر سيتي، مفيش حاجه حصلت. بقيه الصور يا شباب لو سمحتوا، في صور تانية هوريها لكم من مباراه المصري الاخيره اهو. ما هو لعيبه نادي الزمالك اهي واقفه مع الحكم ومتعصبين وعادي جدا. هو ايه اللي حصل؟ انا ما بقولش ان ده غلط، ولكن هو حضرتك هنا ما اديتش انذار ليه، وحضرتك هناك اديت انذار ليه؟ هات الصوره الثانيه اهو، بيحصل يا جماعه عادي، انا كنت لعيب وعارف الكلام ده، بتحصل وبنشوف اهو هيصه وزمبليطه والماتش شغال والناس عماله تزق في بعض، ومصري وزمال، انا ما بتكلمش على الزمالك بس، بتكلم على المصري اهو كمان، الناس كلها بتزق في بعض وما حصلش حاجه، ولا ادى انذار ولا عمل حاجه. لانه على فكره طبيعي ان اللاعب يتكلم مع الحكم. طالما بيتكلم في اطار الاحترام، هو ايه اللي حصل مع محمود متولي؟ ومحمود متولي مسك في زميله وقال له اوعى، وبيتكلم مع الحكم، او بيتكلم مع الحكم، من حقي ان انا اتكلم مع الحكم بالمناسبه واقول له يا كابتن، لا يا كابتن اديني دقيقتين. وبالمناسبه هو الوقت الضايع ده، انا مغلوب 20-0 مثلا، يعني مثلا لو في فريق مغلوب 20-0، هل ينفع حضرتك لو اديت وقت ضايع 6 دقايق ان انت تيجي تقول ان انا هلعب منهم 5 دقايق بس عشان الفريق ده مغلوب 20-0؟ لا طبعا، حضرتك كمل الست دقايق، ممكن يبقوا 20-1 وممكن يبقوا 21-0، فمحدش يتكلم معايا يقول لي ايه. لان انا حتى سمعت الكلام ده من بعض الناس في الاهلاويه، يقول لك ايه
يعني هي الدقيقة دي ولا الدقيقتين دول من مش من بعض الناس الأهلاوية يعني، لكن من بعض المحللين اللي بيتكلموا في البرامج الأهلاوية اللي هم لعبوا في النادي الأهلي قبل كده يعني، بيقول لك إيه؟ يعني هي الدقيقة ولا الدقيقتين دول؟ الدقيقة ولا الدقيقتين دول، إديني حقي لآخر ثانية وبعد كده صفر، أنا جبت جون أو دخل فيا جون دي حاجة ما تخصش حد، أنا عايز حقي. معرفش ايه الموضوع الجديد ده، حاجة جديدة جدا يعني، ما ادكش حقك او يعني البعض بقى بيتفلسف وبيتكلم بهذا المنطق، يقول لك ايه؟ لا لا يعني هي الدقيقة دي ولا الدقيقتين دول؟ الدقيقة الدقيقتين دول الجون بيجي في ثانية. الجون بيجي في ثانية. فالحقيقة برضو الموضوع ده بالنسبة لي بيسبب لي حاجة غريبة جدا، أنا في 6 دقايق لعبت 4 وفاضل دقيقتين، أنا حسبتهم، فاضل دقيقتين و23 ثانية، حضرتك لعبت دقيقة فاضل دقيقة و23 ثانية بس هم اللي ناخدهم، ادهم لي لو حضرتك عملتهم محدش كان اتكلم معاك في حاجة، بالمناسبة ده للكابتن وليد عبد الرازق. لو حضرتك حطيت أو كملت الماتش دقيقة ونص أو دقيقة و23 ثانية كمان محدش كان قال لك حاجة. لأنه أنا من حقي إن أنا آخد وقتي لغاية آخر ثانية عشان يا يخش فيا جون يا أجيب جون، ممكن أتعادل أو أكسب. عموما هي مواضيع كتيره معلش، لانه دايما مباريات يوم الاحد او انا اسف حلقات يوم الاحد دايما بتبقى فيها خميس وجمعه وسبت ما حصلش حاجه، او يعني بتبقى فيها مباريات ما طلعتش مع حضراتكم، فهو ده اللي انا بكلم مع حضراتكم فيه، هو ملخص لهذه الايام. عموما عايز برضو اتكلم مع حضراتكم في امور اخرى، وهي ان يا جماعه اساس الرياضه والروح الرياضيه والاخلاق الحميده هو الكوره، او ان انا العب كره قدم باخلاق وبشكل جيد. الرياضه اسمها كده، الرياضه طول عمرنا بندرسها كده، الرياضه اخلاق، الرياضه اخلاق. احنا داخلين على مباراه قبل نهائي كاس مصر، وداخلين على مباراه اهلي وزمالك يوم السبت القادم، وبعدين مثلا احد اعضاء مجلس اداره احد الانديه خرج بتصريح انا يعني بشوف انه تصريح كارثي، تصريح لن يمحى من التاريخ من كتر ما هو كارثي. قال كده، الاهلي قدم رشوه لما تنازل عن لقب السوبر السله للاتحاد السكندري. اولا بعيدا عن النادي الاهلي، اولا لو حضرتك ما تعرفش جمهور اسكندريه ها يبقى ما تعرفش حاجه، او روح اسكندريه وانت تعرفهم، روح اسكندريه. ما ينفعش ان حد يتكلم على جمهور اسكندريه بهذا الشكل، او على نادي الاتحاد السكندري بهذا الشكل. بقى انا كنادي اهلي هروح ادي لهذا النادي الكبير والعريق نادي الاتحاد السكندري اللي علاقاته متميزة وستظل دائما ما بين الجمهورين، هديله عشان اخد مروان عطية؟ يعني انت اختصرت النادي الاهلي ونادي الاتحاد السكندري في مروان عطية؟ لعيب كويس وكل حاجة، ولكن انا مستعجب جدا ومندهش من الكلام اللي بيتقال على جمهور اسكندرية. يعني بدل ما نبني على موقف رائع زي ده نقول فيه ان الاخلاق اهم من البطولات، طالع حد يشكك في هذا الامر؟ والمفروض ان ده يكون سايد ما بين الانديه كلها، اولها اهلي وزمالك. واحد طالع يشكك في هذا الامر ويقول كلام لا يصح ان يقال على نادي كبير وجماهير كبيره وعريضه زي جماهير نادي الاتحاد السكندري. انا مش هكلمك على النادي الاهلي لانه النادي الاهلي لا، يعني الموضوع اقل من ان انا اتكلم على كده، ولا الاتحاد كمان، ولكن عيب اللي انت بتقوله ده، الكلام اللي انت بتقوله ده عيب، يجب ان يتم تاسيس. احنا كده كده يا اخي الموضوع بسيط، مباراه وانتهت. وانا طيب انا هقول شهاده حق في هذا الامر بعد اذنكم، وانا يعني لاول مره هطلع حاجه يعني حصلت قدامي، ولكن انا هقول شهاده حق واتحاسب عليها يوم القيامه، اتحاسب عليها يوم القيامه بعد ما حصل كده
كنت قاعد وكان عندي هوا، بعد ما خلصنا كنت قاعد مع بعض اعضاء مجلس الاداره بالصدفه يعني، والله ويعني هذا الكلام حصل. الناس بينها وبين بعض اتفقت على شيء واحد فقط، وهو ان جمهور النادي الاهلي ونادي الاتحاد يستحقوا هذه البطوله. مش هقول تفاصيل اكتر من كده، ولكن في تفاصيل يسأل عنها بقى أعضاء مجلس إدارة الاتحاد السكندري والحاج محمد مصلحي هذا الرجل العظيم والكبير، يسألوا في هذا الأمر. ولكن اللي هقدر أقوله أن في موقف حصل قدامي بعد المباراة، ولا كان في مروان عطية، ولا كان حد بيقول مروان، ولا كان حد بيتكلم في هذا الأمر. عيب مثل هذه الأمور، يجب بالعكس، ده حضراتكم لازم تكرموا الناس وتقولوا لهم شكرا على هذا الموقف البطولي الرائع، ونتخانق في الباقي مفيش مشكلة. ولكن لو عملت موقف بطولي كويس، أو موقف مش بطولي ولا حاجة، أنا آسف، هو موقف إنساني رائع من نادي كبير لنادي كبير. أنا متأكد أن نادي الاتحاد السكندري لو كان حصل العكس بعد الشر عن أي جمهور يعني كان عمل كده، أنا متأكد، لأن هذه هي الأخلاق الرياضية اللي دايما بنتعلمها داخل النادي الأهلي وداخل الأندية المحترمة الكبيرة. كل الأندية محترمة، وكل الأندية على دماغي، وكل الجماهير على دماغي من فوق، ولكن الإشاعات وإثارة الفتن دايما مش غريبة عليك، مش غريبة عليك أبدا، لأن كل الكلام اللي أنت بتقوله ده لا يصح، بل بالعكس كان يجب أن تخرج وتسلم على الناس وتقول لهم شكرا على هذا الاحترام. وجهة نظري في هذا الأمر وقلتها، لأنه موضوع الحقيقة كنت متخيل ان بعض من لا يشجع النادي الاهلي هيروحوا ويقولوا بصوا النادي الاهلي عمل ايه، وبصوا بلاش النادي الاهلي، بصوا نادي الاتحاد كمان تقبل الموضوع بشكل رائع ازاي ما بين الجمهورين، وده اللي عايزين نبني عليه، وده اللي عايزين نعلم ولادنا الاجيال القادمه على ان النادي الاهلي استطاع ان يرسي مبدا ان البطولات مش كل حاجه، ولكن الامور الانسانيه افضل من 100 بطوله، افضل من 100 بطوله. طيب ماشي، هنطلع فاصل، وبعد هذا الفاصل هنستقبل فقرتنا الأولى، النجم الكبير كابتن عادل عبد الرحمن، وكلام هام جدا في كرة القدم من الناحية الفنية. نطلع فاصل، وبعد الفاصل كابتن عادل عبد الرحمن. أهلا وسهلا بحضراتكم مرة أخرى أعزائي المشاهدين، خلوني أرحب بضيفي في هذه الفقرة النجم الكبير كابتن عادل عبد الرحمن. إزيك كابتن عادل؟ يا كابتن إسلام، أهلا بيك، أنت اللي منورك، ربنا يخليك. الله يخليك. دي يعني قلنا بقى نغير النهارده كاجوال، صح؟ بلاش بدل النهارده، بلاش بدل النهارده، معلش انا مضطر الحقيقه ان انا دايما البس البدله دي. ايوه انا عارف، بس برضه انت مش جرافات النهارده كده؟ حلو، الحمد لله. كده كويس قوي. لكن دلوقتي اخبار حضرتك ايه يا كابتن؟ كله كويس الحمد لله تمام. كابتن خلينا نتكلم، انت كنت عايز تعلق على حاجه تخص من قال تصريح على موضوع الرشوه ده؟ اتفضل. يعني شوف، انا عاوز اريح الناس. اتفضل. السوشيال ميديا الايام دي كلها بدات الناس فهمت غلط، بالذات النجوم الكبار اللي ايه اللي عايزين يعملوا ترند، والترند هو اللي بيتحكم فيهم. يعني انت ممكن تكون شايف حاجات كتير قوي. طب انا هقول لك حاجه في نفس الكابتن الكبير اللي قال التصريح. اولا انا علاقتي بيه علاقه جيده جدا، ده ابن حتتي يعني، من بعتبره من طبعا كابتني وكابتن منتخب مصر، وكان كابتني وانا في المنتخب، وكان اخ كبير ليا. لكن في حاجات كتير قوي بيقولها لمجرد ان هو يعلي الترند، او على سبيل المثال يعني كلنا عرفنا انه هو خرج من النادي الاهلي كان مصاب، هو قال كده، وعلى يدنا احنا كنا ناشئين، وتعالج في النادي الاهلي، وقف على رجله تماما، والنادي الاهلي ما فرطش فيه خالص، وكان بيتمرن وبيقبض في النادي الاهلي وهو مش موجود، واتقال له السنه دي مش تتأيد علشان هتلعب السنه الجايه. لان اي لعيب في الدنيا لو انت الدكتور قال لك انا جت عليا سنه اتعورت سنه كامله، فقالوا لي في حته القيد الافريقي انت مش هنستغلك، فممكن نأيد واحد تاني وانت تتأيد السنه الجايه كالعاده يعني. فلما اتقال كده خرج وقال ان النادي الاهلي رماني، وهو ولا رماه ولا اي حاجه، بالعكس ده النادي الاهلي عمل حاجات كتير. دي واحد. اتنين بقى المهم ترند، اللي هو في حاجات احنا النادي الاهلي بنأسسها
مش انا مش بقول كده والله عشان بنتمي للنادي الاهلي جد، يعني انا بقول احنا عندنا احنا سباقين في كل حاجه، احنا نادي بيرسل مبادئ والقيم دي حقيقه، ولازم الناس تعرف ان احنا كمان اللي بنعمل البدايات بتاعت اي حاجه في مصر، ودي حقيقه يعني. فلما نيجي احنا نعمل موقف زي ده موقف انساني، طب ما في ماتش مانشستر يونايتد وقبل كده وفي الدوري الانجليزي الماتش وقف 25 دقيقه عشان واحد مصاب في المدرج. واعتقد ماتش الاهلي والمصري الاخير او اللي قبله كان فيه نفس الموضوع بين الشوطين، انا فاكره وقف 30 دقيقه، وقف 30 دقيقه المباراه في الدوري الانجليزي، الدوري الانجليزي وما كانش هيكمل المباراه الا لما الراجل بقى بخير وتم علاجه. فالمواقف دي احنا السباقين فيها، لكن مش كل واحد عاوز يعمل ترند يطلع يتطاول ولا يتكلم على النادي الاهلي. يعني انا بقول له يا كابتن بلاش تعمل الحاجات دي، لانه النادي الاهلي كبير، النادي الاهلي عمره ما رشى حد ببطوله ولا مش بطوله. ايه يعني ايه رشوه بطوله؟ ده موقف انساني. النادي الاهلي دائما سباق في الامر. صحيح. بس يعني هي بيني وبينك يا كابتن انا دايما بشوف ان مثل هذه المواقف يجب ان يتم ان انت تعليها اعلاميا، علشان مش عشان حاجه يعني ما تزعلش مني، هو مجلس اداره النادي الاهلي او كابتن خطيب ولا مجلس اداره النادي الاهلي محتاج ان احنا نعمل حاجه زي دي او نقول حاجه زي دي اطلاقا، ولكن هو احنا بنقول كده ليه؟ لان احنا عايزين نرسي في شبابنا القيم الحميده، القيم الحميده اللي نقدر نستغلها خلال ان مش كل حاجه البطوله، مش كل حاجه ان انا لا، ممكن هناك قيم انسانيه يمكن تغلبها على قصه البطولات. حركه زي دي بالمناسبه، بس عايز اقول للجمهور حاجه، بالمناسبه الفارق نادي الاتحاد غالبا كان هيكسب هذه المباراه، ولكن الاحترام والانسانيه في الحركه نفسها حاجه يعني محترمه جدا. تخليني اريحك من الاخر. اتفضل. مش هتكلم على مين دول، بس في اداره في انديه في نادي في مصر نجح نجاح باهر انه يبعد جمهوره عن الملعب. فهمها كويس. يعني ايه؟ كل لما فرقته تمشي وحش هتبص تلاقيه بيخرج بره عشان يلهيه، ممكن يلهيه بالظلم. ايوه بص العصفوره بس يلهيه بالظلم. خلي بالك احنا مظلومين، فتلاقي الجمهور يردد مظلومين مظلومين مظلومين. ايوه خلي بالك الفريق التاني ده بيتساند، الفريق التاني بيتساند. نجحوا في دي، احنا يمكن احنا كانت عندنا عملناها موضه في مصر شويه، كل لما تخفق كل في موضوع في ملعب تخرج بره الملعب، تخرج الناس يفكروا بره الملعب. يعني يطلع حد يقول حاجه زي دي عشان يلهي جمهوره عن اداء فرقته. انت فاهمني؟ شوف طول ما فرقته بتبقى كويسه الكلام بيبقى كله ايه؟ جوه الملعب دي احنا عملنا واحنا سوينا والفرقه كويسه واحنا جبنا لعيبه ومشينا لعيبه وعملنا لعيبه. اول ما بيبقى في اخفاق، وخلي الناس تركز في الموضوع اللي انا بقوله ده، اول ما الفرقه بتاعتهم تعمل اخفاق او اتنين هتبص تلاقي الكلام خارج الملعب. الكلام خارج الملعب ازاي؟ يتكلم عن النادي الاهلي انه النادي مثلا بيتساند. ونجحوا كمان ان هم يعملوا الضغط التحكيمي. يعني انت شفت بتاعت محمود متولي انت كنت بتتكلم فيها قبل ما اخش، انا شفتها. يعني محمود متولي انا قلتها في الاستوديو التحليلي ما تبصلوش. محمود متولي اول ما دخل خد الانذار لان اسمه موجود انه واخد انذارين عشان في مباراه اللي بعديها. اقول لك ليه؟ لانه في كتير، انت السنه اللي فاتت ضاع منك 14 بونت بالفار. حقيقي. السنه اللي قبليها 18 بونت فار. صحيح. انا دائما بقول ان محدش ليه دعوه ان الفرقه ماشيه كويس ولا ماشيه وحش، بس خد حقك واديني حقك. انت عارف لو ال 18 بونت بتوع الفار، لو الفار كان عنده دم و 8 بونت مثلا كان زمانك انت بطل الدوري قبليها باسبوعين. السنة اللي فاتت كان زمانك انت بطل الدوري قبلها بثلاث اسابيع. وانا بقول من دلوقتي وانا قلت كتير وبكرر كتير انه الايام اللي جايه مش هتبقى زي السنين اللي فاتت. اي حد هيتجاوز وهيغلط مش هنسكت، مش هنسكت بالظبط كده. ليه؟ ولكن بطريقتنا وباسلوبنا وبأدبنا وبأخلاقنا وكل حاجه. اصل شوف
اصل انت لو حبيت تعترض انت عندك مشكله في النادي الاهلي كبيره. لا لا انا اللي بستغرب له ايه يا كابتن فيك مساله الاعتراض. انا مثلا كابتن سيد عبد الحفيظ راح وقف من حقه حتى لو اخطا، هو ما اخطاش على فكره، ولكن حتى لو اخطا كابتن سيد، طب ما هو ده في ناس بتطلع يعني مش عارف اقولها ازاي، لكن بتغلط في مصر كلها. أيوة في أيوة اتحاد كوره وفي لجنه حكام وفي كذا وفي كذا وفي كذا وفي كذا فيما يخص الرياضه، يعني بيغلطوا في كل من مسؤولين الرياضه ليه؟ ما حدش بيفتح بقه ليه يا كابتن؟ انا بس هو ده السؤال ليه؟ انا ولو الكابتن سيد عبد الحفيظ او غيره من النادي الاهلي طلع وبيتكلم عن حقه، هو شايف ان محمود متولي ما غلطش عشان ياخد انذار، فبيروح للحكم ليه يا كابتن؟ اديته انذار بس. بص يا كابتن، هو في مدرستين في هنا في مصر في التحكيم. المدرسه الاولانيه اللي هو اقف قدام النادي الاهلي يقولوا عليك بطل حتى لو بتظلمه. اوكي. هيقولوا عليك بطل ويقولوا عليك قوي وانت عندك شخصيه وانت قوي جدا. ودي المدرسه دي اتعملت من حوالي 25 سنه. في مصر في التحكيم. اضرب الكبير والبطل علشان يتقال عليك حكم جريء، حكم بتفهم، حكم بتدي الحق، وانت ولا بتدي الحق ولا حاجه. دي واحد. اتنين، لا تلاقي حكم تاني بيخاف من الناس التانية. وانا بعني الكلمه دي تماما. اولا بيخاف يتشتم، يخاف يبقوا يحطوه تحت عينيهم فتره ويقعدوا يتكلموا عليه يبعدوه عن الماتشات. واقول لك حاجه، واحتمال ما يحكمش، انت فاهمني؟ انت عندك بقى، انت مشكله النادي الاهلي ايه؟ انك انت مش عايز تحيد عن المبادئ والقيم، ومشكله عندهم لكن مش مشكله عندنا. يعني انت مثلا ما في لعيب في النادي الاهلي بيجري على حكم. احنا لعبتنا مؤدبه، يعني في فرق اول ما بيتحسب فاول عليهم سبعه لعيبه بيروحوا على الحكم. يا كابتن سؤال، بيعملوا ضغط. لا لا معلش يا كابتن، قبل ما تكمل بس فكرتك. سؤال، هو ما ينفع ان انا اروح اتكلم مع الحكم كلاعب من حقي يعني ان انا اروح اتكلم معاه؟ تقول يا جماعه الصور بتاعت مانشستر يونايتد ومانشستر سيتي لا، او لعيب تاني ممكن يا كابتن يعني. لكن انا بقول لك في فرق في مصر، في فرقه في مصر بيروحوا سبعه في اول قرار للحكم. دي فكره لا عشان تضغط على الحكم، معموله من زمان يعني معروفة. وحاجه تانية، بيضحوا بواحد على الدكه يقوم يكلم الحكم علشان يرهبه. ما هو ده، ما هو كل الحاجات دي سياسه، استراتيجي يعني. انت بقى في النادي الاهلي انت شغال، انت بتاع ملعب، انت بتاع ملعب. هتقولي صور مانشستر يونايتد. وعلشان كده انا عايز اقول لك حاجه كتير قوي. لما بيلاقوك بتعمل كده بيستضعفوك. اوكي. والناس بتزعل. بص يا كابتن معلش، واحنا بنتكلم، ما هو ده مش كابتن الفريق بس، ده تلات لعيبه من مانشستر يونايتد ومانشستر سيتي. هات الصوره اللي بعدها، خمس لعيبه، هتلاقي خمس لعيبه. اتفضل. ده في الجون اللي اتحسب، في الجون اللي اتعمل. ادي 2-4. على فكره انا بشوف ان ممكن يبقى اللعيب متنرفز، ولا الحكم هو القاضي. القاضي يجب ان يكون بعيدا عن كل هذه الامور، حتى لو انت متنرفز طالما مفيش خروج عن النص. لكن لو خرج عن النص لا، من حقك تعمل اللي انت عايزه. محمود متولي لكن اللي جاي من بعيد. هنكمل لكن نكمل دي يا كابتن، كمل اللي بعدها يا جماعه. ادي 1 2 3 4 5 6 7. بص 1 2 3 4، 1 2 3 4 5 6 8، هم 4 و4 مع الحكم ومع اللاين مان. طيب ما انا المطلوب مني ان انا اعمل ايه؟ ما انا بروح اتكلم مع الحكم. طالما لم اتجاوز خلاص. ايوه، ما هو انت المفروض في حاجه مهمه قوي. هم لما بيروحوا للحكم والحكم بيتكلم معاهم، ما فيش ضغينه، ما فيش حد بيقول من بره ده الحكم ضحك له. طبعا ده في حكام بيقفوا يتكلموا مع اللعيبه ويضحكوا ويهزروا معاه، لان الناس عارفه. عادي يا كابتن. ما معنى التحكيم هناك ايه؟ انت قاضي. صحيح. بت بت بتحكم ما بين اتنين. فمواقف كتير قوي الحكم بتاعك فيها لازم يبقى فيها حق للواحد. لكن هو الحته بتاعت محمود متولي، لو جبت موضوع، يعني عاوزك تجيب موضوع محمود متولي وانت قلتها اني ما شافوش. لا ما شافوش اهو. اول ما لمح ان ده محمود متولي. ومحمود متولي ما اتكلمش وكان واقف قدامه اتنين. كان الاولى لو انت عايز تدي انذار للاعتراض كان عندك حمدي فتحي وعندك مين التاني اللي كان واقف؟ لو جبت الصور عبد القادر. ادي الواحد من الاتنين، لكن انت اديت للتالت ده ليه؟ مش عارف. لا ما اعرف. انا النهارده يعني قابلت وسالت اللعيبه ما قالوا لي يا كابتن. يعني محمود متولي ما قالوش كلمه خالص؟ والله يا كابتن ما انا ما قابلتش متولي، بس اللي قال لي لا ما حصلش.
ما هو انا محمود لسه ما اتكلمش. ده محمود بيقول للعيب، بيقول للفتحي اصل احنا كابتن لعيبه كره عارفين الكلام. أيوة بتحصل ولا بتحصلش، ياما عملتها حضرتك. آه وانا عملتها طبعا. عملتها ايه؟ انا بزق عادل عبد الرحمن زميلي واروح له يا كابتن في ايه يا كابتن ما تقول لي في ايه، بنقول له عادي. بس احيانا قبل ماتش الاهلي والزمالك دائما انا بعرف نيه الحكم من اول المباراه. اوكي. حته التلجيم الانذارات دي واضحه قوي. ما حصلتش في الملعب، تتعمل فين؟ تتعمل بعد الملعب. اول ما شاف محمود متولي اداله، برغم ان ممكن محمود متولي ما يلعبش ماتش الزمالك اصلا لو موجود او يلعب ماتش الزمالك، لكن انت ليه توقف لعيب بانذار غير شرعي؟ انا بعتبره انذار غير شرعي. ولو النادي الاهلي قدم كشكوى في الانذار ده ان هو يتشال والحاجات دي، ها ممكن يقول لك انه ليه النادي الاهلي يعمل كده. طب ما ممكن النادي الاهلي يقدم، لازم يقدم لاتحاد الكوره ان ده انذار في غير محله، وده لائحه ودي قانون انك انت تقدر تعملها. انا مش عارف كيفيه عملها ايه، لكن علشان ما يتمادوش في الظلم ده. رغم ان هو يعني البنالتي بتاع قفشه مثلا، دي انت ما رحت للفار يعني. بلاش بتاعت قفشه على فكره، بتاعت شريف مش ضربه جزاء، اللي هي داس على رجل شريف، دي فاول، انا شايفها فاول. ما دي الفار ما يروح لهاش عشان فاول. علشان فاول، عشان ما يعني فيها طرد، تيالي هي فيها طرد، يروح لها للطرد فقط لا غير، لكن ما يحسبهاش بنالتي. لكن كره قفشه اللي انا استغربت منه، طب انت حكم قلت ما شفتهاش من بعيد، اوكي، لما دخلت ولقيت قفشه متعور ونزل دم، هل قفشه هيعور نفسه؟ 21 غرزه جوه داخليه وخارجيه. انا مش بقول لك تحسبها بنالتي، بس يا اخي اديني ايحاء انك تروح للفار. لا اديني حق تشوفها، اديني حق يعني، لا يعني يروح يشوف الفار. اديني حق دي يروح يشوف الفار. انا بقى قلت لك، انا كنت قاعد ساعتها بتفرج عشان كنا عندنا استوديو، انا قلت مش هيروح للفار، لانه بعد الدم اللي شافه ده لو راح للفار لازم يحسب، هيبقى في بنالتي. لا وفيها طرد، بنالتي وطرد، لانها تهور، وتهور لعبه داشه. لا كره محمد شريف هي قدامه، حتى لو مش عايز يبص يا كابتن، بس انا واقف وشايف الكره فين. بص انا مش عايز اخش في الموضوع ده، لان انا دايما من نوعيه الناس اللي ايه، اقفل الموضوع. انا اتكلمت عنه وحضرتك اهو بقى لنا بتاع 10 دقايق ولا ربع ساعه بنتكلم عنه، وبالتالي خلينا نقفل الموضوع. احنا بنحذر فيه علشان ما يتمادوش، لن يتمادى، ولا ما حدش هيسكت. التمادي ما احنا لا ما حدش هيسكت، احنا السنه اللي قبلها ونتكلم السنه اللي قبلها والسنه صحيح. اللي فاتت صحيح. فبيطلع الحاجات دي فما بتاخدش حقك. يعني انت في هدف من الاهداف جابوا حكم اجنبي من بره، قال لو الهدف ده اتلغى، اللي هو الهدف بتاع النادي الاهلي، انا كنت فاكره ايمن اشرف، قال لك يبقى نص جوان العالم كلها هتتلغى. ده بمناسبه الحكام الاجانب، نادي بيراميدز امام النادي الاهلي في ماتش 3 نقط، في ماتش 3 نقط جاب حكام اجانب، احسن حكم في العالم. لا حكم الفاينل، حكم هايل. خلاص بولندي. نادي البيراميدز هيلعب نادي الزمالك في قبل نهائي كاس مصر، قبل نهائي كاس مصر، يعني بطوله ممكن سواء نادي بيراميدز او نادي الزمالك يوصل فيها للنهائي، وطالما وصل النهائي يبقى ممكن ياخدها، صح؟ ما لم يتم استدعاء حكم اجنبي. يعني انا برضو ده انا بالمناسبه بس الحكام الاجانب، لانه اليومين ثلاثه اللي فاتوا دول كان فيهم احداث كتيره جدا، لكن خلاص خلينا نقفل هذا الامر ودايما نتكلم على ما هو قادم. عندنا مباراه يوم الثلاث القادم، مباراه سموحه في الدور قبل النهائي للكاس القديم، مش القديم قوي، القديم بس اللي هو بتاع السنه اللي فاتت، يعني القديم بس مش القديم قوي. مش فاكر القديم قوي ده، يعني احنا كل طيب قبل بس ما يعني احنا بنلعب في الماضي، بنلعب في الماضي، بلاش نتكلم في الماضي. خلينا نطلع نشوف تقرير عن اهم استعدادات النادي الاهلي ونرجع نكمل بقى ونتكلم عن مباراه سموحه والنادي الاهلي في نصف نهائي كاس مصر. بدأ الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي استعداداته لمواجهة سموحة الهامة في نصف نهائي كأس مصر والمقرر لها الثلاثاء المقبل. وكان مارسيل كولر المدير الفني قد بدأ تجهيز لاعبيه لخوض المباراة الصعبة أمام فريق سموحة، بعدما حصل الفريق على راحة لمدة 24 ساعة عقب خوض لقاء المصري في بطولة الدوري. وحرص كولر على الاجتماع بلاعبيه وشرح لهم كافة الأخطاء التي وقع فيها الفريق خلال لقاء المصري الأخير بالدوري،
خصوصا عدم استغلال الفرص أمام المرمى، كما طالب اللاعبين بالتركيز التام ونسيان أي أمور أخرى من أجل الفوز ببطولة كأس مصر والصعود للمباراة النهائية. وركز الجهاز الفني للأهلي على تجهيز اللاعبين بدنيا تحت قيادة أندرياس أندويا مخطط الأحمال بالفريق، كما خاض اللاعبون تدريبات أخرى متنوعة في الوقت الذي تأكدت فيه جاهزية عدد من اللاعبين لخوض المباراة، على رأسهم محمد عبد المنعم ومحمد مجدي أفشة وبيرسي تاو وطاهر محمد طاهر، بالإضافة إلى المنضمين حديثا لصفوف الفريق الأحمر وعلى رأسهم محمد الضاوي وخالد عبد الفتاح ومروان عطية. وحرص كولر على عقد اجتماع مع الجهاز المعاون لوضع خطة الاستعداد لمواجهة سموحة، كما طلب تقريرا مفصلا عن المنافس بعد متابعة مبارياته الأخيرة في بطولة الدوري المصري. في الوقت ذاته حرص كولر على الحديث مع سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالنادي الأهلي حول بعض الأمور الإدارية والفنية، كما تشاور معه في بعض الأمور التي تخص مواجهة سموحة. بطولة مهمة، بطولة كأس مصر، فقدها النادي الأهلي في الموسم السابق وبالتالي أو الموسم القبل السابق، لأن احنا هنلعب في بتاعة السابق. مباراة مهمة ينتظرها جمهور النادي الأهلي، نتمنى أن ربنا يكرمنا ونقدر نكسب. لكن بتشوف المباراة دي ازاي في وسط هذه المباريات الصعبة جدا، المصري وتعادل إيجابي، ثم ننتظر بعدها مباراة الزمالك والبنك الأهلي، ثم إن شاء الله السفر إلى كأس العالم للأندية. يعني اتكلمت في أكتر من موقف على الموقف الحالي للنادي الأهلي. أنت بتتكلم في شهرين أو بالأخص الشهر ده موجود أنت تلعب في أربع بطولات. أيوة. تلعب في بطولة الدوري وبطولة الكاس وبطولة أفريقيا وزائد كأس العالم للأندية. فموقف صعب جدا للنادي الأهلي فنيا، أنك أنت بتخرج من بطولة لبطولة لبطولة، وبعدين كل بطولة ليها مجالها أو ليها طريقتها أو السيستم أو طريقة اللعب الخاص بيها. يعني مثلا أنت لما بتيجي تتكلم على الثلاثة بونت في ماتش المصري، فأنت بتلعب دوري طويل النفس، المفروض اللعيبة أنك أنت لازم تجمع أكبر النقاط، أنت هتدخل بعديه على طول على كاس مصر، يعني على مباراة كاس، مباراة اللوك أوت اللي هو المباراة الواحدة، فأنت لازم تلعب بتكتيك آخر، بعدين تخرج من مباراة تلعب مباراة قمة اللي هو الأهلي والزمالك، وبعدين تخرج وبعدين تروح على كأس العالم للأندية. فأنت بتبص تلاقي مدرب إنه بيشتغل على أربع مراحل، حاجة من الاتنين، لا يمشي خطوة خطوة أو يمشي المرحلة كلها. مفيش مدرب هيمشي خطوة خطوة في المرحلة دي، لأنك أنت مش هتلعب بطولات قليلة. يعني مباراة سموحة اللي جاية مباراة تعتبر من الفرق اللي هي عندها أمل أكبر من الفرق الكبيرة، دائما الفرق المتوسطة أو في معنى الكرة من الليفل الثاني في الكرة في بلد، هو اللي بيبقى قريب جدا مباراة الكاس، لأنه ده أمله أن يكسب مباراة كاس. يعني سموحة أو أي أندية من الأندية الأخرى ما بيبصوش على الدوري، لأن الدوري ليه مقاوماته وصفاته. يعني أنت لازم تكون فرقة عندك جمهور كويس، عندك دكة كويسة، عندك لعيبة كتير قوي، عندك 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 عندك، ده الدوري. لكن تقدر تسرق كاس بمعنى بلغة الكرة أنك أنت تلعب مباراة. فانت هتلاقي فرقه سموحه نازله عندها استعدادات قويه جدا ان هي تلعبك، عندها الحته الدفاعيه، عارفين ان النادي الاهلي المفترض كبرياءه الكبير دائما بيلعب ضاغط من البدايه، ودي الحاجات دي يعني احنا عايزين نتكلم فيها فنيا، ويا ريت نغير افكارنا فيها. انك انت فرقه كبيره، فمش لازم طول الوقت ان انت اللي بتهاجم بس. يعني انت ممكن لما بتهاجم بس انت بتجهد نفسك قوي، ففي الوقت الحالي انك ممكن تشارك الفرقه الثانيه هجوم، بس هم مش هيهاجموك، ولكن تخرجهم من المناطق بتاعتهم ناحيه تكتيكيه. يعني انك انت ما تخليش تبقى ضاغط عليهم على طول، الضغط اللي على طول ممكن ينزل هجمه مرتده، لكن انت تضغط شويه وبعدين ترجع تاني، فتلاقي سموحه دائما واقف لك ورا، هيلعب على الهجمه المرتده، هيلعب على التنظيم الدفاعي، انت في نفس الوقت هتعمل على الضغط الكتير قوي ممكن تغيب عنك التركيز. فاتمنى ان هو الـ الوقت بتاع المباراه يتقسم، علشان انت الحته بتاعه الضغط المبكر ده موجود ولازم، لكن ممكن لو ما لقيتش اسمر في البدايه، يعني زي ماتش المصري، ماتش المصري احنا ضغط ضغط ضغط، وبالذات الشوط الثاني كنا افضل كتير. صحيح. انت لازم تقف شويه، يعني تجمع شويه عشان الفرقه تخرج تتجرأ وتخرج من مكانها شويه، لكن اكيد هيبقى ماتش صعب جدا. فرقه سموحه عندها امل ان هي توصل للفاينل،
ان هي تكسب النادي الاهلي. واكيد الفرقه دي لما بتيجي تعمل استراتيجيه هتلعب النادي الاهلي ملهاش الا حل واحد، البلان الاول ليها ان هي الاهلي انه يجيب فيها جون علشان ممكن تخطف في الـ في الـ في, الـ في النهايه. اكيد يعني الناس بتشوف انه ممكن في بدايه المباراه يحسسك ان هو بيهاجمك، ولكن هو ما بيهاجمكش، هو بيعمل هجمه وهي ان هو بيعمل ضغط عليك. هي الفرق كده لما بتيجي تلعبك. وبعدين انت المدرب طارق العشري معروف طول عمره ان هو ما بيلجاش للبلان الثاني خالص، على طول عايز يكسب برضه. لا وعلى طول طارق العشري لو مسك حتى ريال مدريد اول حاجه هيعمل ايه؟ هيدافع. خلص كام بالمناسبه؟ اربعه بتهيألي. يا لهوي. اول حاجه هيعملها هيرجع لورا. اوكي. وهيلعبك على الهجمه المرتده علشان هو بيأمل انه يأخر الجون بتاعك شويه. ما هو كل ما جون مع النادي الاهلي هو في حل من الحلين، انت النادي الاهلي لو جاب الجون الاولاني في اي فرقه، الفرقه بتضطر ان هي تعمل بلان تاني، وبعدين بيبدا يلعبك يهاجمك وانت تهاجمه، فقدراتك انت الاعلى. لكن احيانا لما الجون بيتاخر كل ما حماسه هو بيزيد والناحيه التنظيميه بتاعته بتزيد اكتر والامل في المباراه يزيد اكتر، فانت بتضطر انك انت تعمل هجمات، وهجمات فيها يعني عدم اتزان شويه. اي فرقه كبيره كده انك انت بتدوس قوي، انك انت عاوز تروح تجيب جون والتاني والتالت، بس انت تجيب الجون الاولاني كل شيء بيتسهل عن ده. طيب التعادل في الدوري هيفرق في هذه المباراه؟ يعني نادي سموحه تعادل مع النادي الاهلي في الدوري سلبيا، وبالتالي هل ده ممكن يفرق في طريقه لعب كولر نفسه؟ لا، يمكن عايز اقول لك حاجه، انه اكيد بيتفرج على المباريات، حدد الاستراتيجيه اللي هيلعب بيها. واللي انا عايز اقوله انه مستر كولر من المدربين اللي هم قادر اقول لك ما بيغيرش بسرعه، في سمات وصفات مدربين الالمان السويسريين غير البرازيليين وغير بتوع امريكا الجنوبيه، ممكن بتوع امريكا الجنوبيه يبقى عنده تغيير شويه في السيستم بتاعه. الاوروبيين وبالذات في المنطقه دي من المدربين، بص تلاقيهم عندهم ثبات واستمرار على ادائهم وعلى لعبهم، هو ما بيبصش للفرق الثانيه كتير قوي، علشان هو شايف ان هو النادي الاهلي. ولكن افتكر ان مباراه الدوري اللي انت اتكلمت عليها كابتن اسلام ان هي تعادل فيها ممكن تدي امل لفرقه سموحه انه ممكن يشتغل على نفس النمط. ولكن انا بقول لك انه حتى لو كان سموحه كسبك وطارق العشري هو اللي جه مسك سموحه بعديها، فطارق العشري ليه سيستم واحد اللي هو الدفاع ثم يعمل هجمات مرتده. فالموضوع المباراه لن لا يعني هي مش هتاثر عليك ولا تاثر عليه، بل بالعكس زي ما انا قلت لك، المهم في النادي الاهلي الهجمه الاولى والثانيه والثالثه. انت عارف يا كابتن اسلام احنا الماتش ده ضيعنا في الشوط الثاني اكتر من 7 اهداف، 8 اهداف منهم 3 محققين 100%. نعم. علشان كده بقول لك انت في البدايه النادي الاهلي، وبقول لمهاجمين النادي الاهلي والناس اللي بتلعب في المنطقه اللي قدام، يعني الفرصه الاولانيه مهمه جدا، ركز فيها كويس قوي، لانك انت لو جبت جون مبكر هتخلي الفرقه تغير من الاستراتيجيه بتاعتها. ولما الفرقه لما بتغير من الاستراتيجيه بتاعتها قدام فرقه كبيره زي النادي الاهلي بيبقى بين نارين، لا ياجل شويه الضربه القاضيه عليه، لا يعمل ايه، لا يهاجمك ويغير، فانت بيبقى في نديه، فانت امكانياتك اقوى وامكانياتك اعلى، فانت اللي بتروح ممكن تجيب جون تاني وتجيب جون تاني. صحيح. فهي الحته بتاعت النادي الاهلي، اتمنى انه في البدايه اللعيبه تركز قوي في اول هجمات في المباراه، لان لو شفنا مباراه المصري في اول دقائق مع بتاعت محمد شريف اللي كان هيجيبها لو كانت دخلت حتى طول المباراه. يا كابتن ما انت لما تيجي كره محمد شريف، كره قفشه 1 وحسين الشحات 2، يعني عارف دي بتعمل رقم 3، الكره بتاعت حمدي فتحي اللي في اخر ثانيه بدماغه اللي بدماغه ما ضيعهاش. يعني ما انا هقول لك، ما هو ده سببها ايه؟ محمد شريف الثالثه يعني 4 اهداف عندك سبب ليها، بيبقى سببها ايه؟ انت لما بتجيب الهدف الاولاني بتريح وانت مهاجم، الكره بتجي لك عشان تجيب الهدف الثاني، نفسيا بتبقى اهدى، الضغط اخف شويه، الضغط اخف. لكن انت لما بتضيع هتلاقي ضغطك عالي اكتر، وتلاقيك انت قراراتك بتيجي خطا. يعني حمدي فتحي طول عمره لما بيلعب الكره بدماغه، هي جت وراه بس يا كابتن سنه، هو لا ملحقش. هو حمدي فتحي استعجل شويه، لا لا دي هي جت وراه، انا فاهم عشان استعجل يعني. أوكي. هو خطواته زي كره قفشه وحسين، الكره اللي راح بيها قفشه وفي الاخر عملها لحسين، ما هو برضه يعني الناس، انا شفت الناس كتير بيتكلموا ان قفشه لعبها وحش، لا هو حسين اللي اخطا مش قفشه اللي لعبها وحش. هو كان حسين المفترض ان هو خطواته تبقى اقل من قفشه شويه،
لان اللعيب لما يبقى ورا ممكن يبقى سهل يبقى قدام، ممكن يروح على الكوره، لكن لما انت الكوره تتلعب لك ورا بتبقى صعب عليك كدا انك كدا ترجع وتلعبها. لا بس هو كده كده لازم يكون حسين قبل قفشه يعني او ورا قفشه، لانه لو قدام قفشه كان هتبقى اوف سايد. فهو لا في الكره دي تحديدا عبل، بس ما الكره راحت هي الكره كانت بطيئه سنه. لا هو ما هو الاستعجال بتاعه. اه ما انا بقول لك يعني انت طول ما انت لا انت اللعيب اللي يلعب على الاوف سايد يلعب ازاي؟ اللي يلعب على اللايز مان اللي هو وشه لللايز مان، وده ذكاء مهاجمين دلوقتي. يعني انت ما بتقولش كمدربين يعني ما بقولش اللعيبي العب على المدافع، خليك اذكى من كده، العب على اللايز مان. هو مين اللي بيحسب الاوف سايد؟ اللايز مان بيبقى مع اخر واحد. فانت لو وقفت لللايز مان وشفت اللايز مان ولعبت عليه اكيد الكره مش هتبقى اوف سايد. علشان كده انا بتكلم على قفشه او حسين الشحات. لو كان حسين الشحات كان خطواته اقل من قفشه، حتى لو قفشه لعبها بطيئه كان يقدر هو يروح لها ويجيب الجول. فدي عملت ايه؟ لان النتيجه كانت 0-0. انت عارف يمكن قفشه فاكر الجون اللي قبله في المباراه اللي قبله اللي هو رقص الجون وحطها بهدوء. كنت انت هادي كنت جايب جون قبله مش اول جون يعني. فهي المشكله يا كابتن انك انت ازاي تجيب الهدف الاولاني. المشكله ازاي انك تكسب الشوط الاولاني عشان تخلي المدربين يغيروا من الاستراتيجيه بتاعتهم. اوكي. وده المهم. اي فرقه كبيره في العالم اول حاجه بتفكر فيها انك تفسد للمدرب اللي قصادك الخطه اللي هو عمال يتدرب عليها بقاله اسبوع او بقاله فتره او بحفظ بالفيديو. انا هلعب النادي الاهلي فلازم اقف كده لازم اقف كده لازم اقف كده. لما النادي الاهلي بيجيب جون لازم يروح للبلان الثاني طبعا، ما بيقدرش يروح له لانه او ولو راح له ايه اللي بيحصل؟ يعني انا متاكد تماما لو عملت احصائيه في تقدم النادي الاهلي في اي مباراه، لو عملت احصائيه 1000 مباراه والنادي الاهلي تقدم الاول هتلاقي حوالي مثلا 10 مباريات بس ممكن النادي الاهلي يتعادل او يتغلب وهو متقدم في الاول. صحيح. لكن في كل المباريات لو النادي الاهلي تقدم من الاول صعب ان انت صعب الفرق ترجع. عشان كده انا بقول اللعيبه المهاجمين بالذات لازم التركيز والتركيز التام وانت في اول المباراه ركز انك تجيب اول هجمه ليك او الثانيه. ركز انك انت تفنش كويس علشان لو فنشت بهدف كويس هتريح نفسك وهتريح المباراه ومش هتخلي الفرقه تزداد حماسا وقوه قدامك. طيب حضرتك شايف ان اهم الايجابيات بقى اللي خدناها من بعد التعادل في مباراه المصري عشان نقدر نطبقها في مباراه سموحه القادمه؟ اولا الايجابيات ان مستر كولر كمان اتكلم على الاهداف الضائعه. نعم. وده اكيد هيشتغل تدريبات فردي مع الفراوده، ودي حاجه سهله جدا. انت لازم تزود اليه المهاجم، بمعنى الاليه اللي هو ممكن اللعيب يتعود على التهديف كتير قوي، وده تمرين انديفيدوال يعني لوحدك المهاجم مش لازم يخليه شوط جامد في الجون، بس تعوده على التهديف تعوده على التهديف فتلاقي الاليه عنده بقت اعلى وشغله اتحسن وممكن الاهداف اللي ما بتضيعش. لانك انت لو عملت احصائيه في اي مباراه تلاقيك انت مهاجم 8 هجمات منهم 6 على الاقل لازم يبقوا اهداف. صحيح. فانت لو جبت 3 منهم انت كسبت مكسب كبير. فعلشان كده دي اول ايجابيه. الايجابيه الثانيه اللي انا عايز اقول لك عليها انك انت طلعت من مباراه بدون خسائر كتير، يعني انت متعود انك انت عندك خسائر في الاصابات كتير قوي. ودي حاجه ودي ظاهره لازم لعيبه النادي الاهلي يفهموها كويس، ودي برضه يا كابتن اسلام لازم نتكلم فيها، يعني نتكلم فيها كجهاز يتكلموا فيها مثلا كمدير كره زي الكابتن سيد يتكلم فيها. في فكره بتتقال وانت كنت لعيب في النادي الاهلي، الفرق لما بتيجي تلعب بعضه في بيلعبوا في الدوري، وركز في دي يا كابتن اسلام لانها مهمه، لما الفرق بتلعب بعضها في الدوري تلاقي القوه والخشونه بتبقى اقل كتير قوي. اوكي. انت النادي الاهلي المباراه بتاعه النادي الاهلي ده بيبقى عند الفرق اول حاجه المدرب بيبقى متحمس جدا لانه لو كسب النادي الاهلي يضمن انه يشتغل سنه. دي واحد. اتنين اللاعب نفسه لما بيلعب مباراه قويه في قدام النادي الاهلي اللي بيحصل ان هو بيتصيط واعلاميا المباراه بتوصل للاعلام اكتر فده بيبقى مباراه الموسم ليه. فانت بتلاعب دائما الفرق كلها عندها الحماس والقوه والافراط في القوه. فانت كلاعب النادي الاهلي
لازم تبقى عندك القوة الزيادة. أنا مش بقول لك إنك أنت لازم وروحك تبقى أعلى. يعني أنا دايماً بقول كلمة مهمة أوي. اتفضل. وبطلبها من لعيبة النادي الأهلي، بقول لهم الدين روح الفلين الحمراء وروح النادي الأهلي وأنا أضمن لك إنك تكسب. طيب أخيراً يا كابتن عادل، لو جمهور النادي الأهلي، لأن المباريات القادمة يعني النهاردة كان في خبر من الأخبار إن من بكرة إن شاء الله سيتم إن شركة تذكرتي من بكرة الساعة 2 ظهراً هتطرح كل التذاكر على الموقع الخاص بها، وبالتالي أهم حاجة إن الجمهور يبقى متواجد في مثل هذه المباراة سواء سموحة أو إن شاء الله في مباراة الزمالك، لأنه حضرتك شفت تأثير أو حضرتك عارف أكيد تأثير جمهور النادي الأهلي على وجوده لما أو وجوده مع اللاعبين اللي هم بقالهم فترة طويلة أو ما شافوش 100,000 متفرج. ما الجيل ده مظلوم في الموضوع ده لأنه ما لعبوش قدام ال 100,000 وال 120,000. بس أنا عايز أقول لك حاجة، يعني أنا بحيي جمهور النادي الأهلي طبعًا من هنا. طبعًا. أنا طول عمري بقول هو اللاعب رقم واحد. الناس بيقول لك اللاعب رقم 12، لا، جمهور النادي الأهلي هو اللاعب رقم واحد، جمهور النادي الأهلي اللي بيدعمك جامد قوي. أفضل جمهور، وده رأيي يعني من زمان طول عمره، أفضل جمهور في مصر، لأنه دائمًا ولا بينهر لعيبته ولا بيشتم لعيبته وبيقف جنب لعيبته وبيقف جنب ناديه. أي نعم الاختبارات اللي على جمهور النادي الاهلي مش كتير، لان اخفاقات الاهلي ما شاء الله مش كتيره يعني، وما بتوصلوش ان هو يوصل للاخفاقات، لكن بكلمك جمهور النادي الاهلي المساند الاول والاخر. لازم تعرف ان جمهور النادي الاهلي في اجيالنا كانوا بينزلونا كسبانين 30% في بدايه المباراه، او 30% او اكتر، و40% والله كتير. انا جمهور النادي الاهلي احنا لما كنا بننزل استاد القاهره واي فرقه بتيجي تلعبك وبالذات من افريقيا، اول 5 دقايق لازم يدخل فيها جون. اول 5 دقايق لما بيتخضوا من جمهور النادي الاهلي، كان 120,000 متفرج بيتخضوا يعني. فجمهور النادي الاهلي هو العامل الاول المساعد لفرقه النادي الاهلي، وجمهور النادي الاهلي يستاهل ان هو يفرح ويستاهل ان هو ياخد البطولات كتير. فهو ان شاء الله انا يعني بثق فيهم كويس قوي، لانه طول عمره بيقف جنب النادي وبيقف، فانا عارف ان هو الايام الجايه اعلى يعني، لو قدر التيكت قد هياخده كله، هيبقى يعني النسبه المتاحه هتكون متواجده. لو اتحنا الجمهور للنادي الاهلي انا متاكد تماما اول ماتش هيبقى 100,000 متفرج. طبعا. دي حقيقه يعني. وبس انا يعني بحييهم وبقول لهم الفتره الجايه فتره صعبه على النادي الاهلي، وعاوز اقول لهم رساله تانية كمان لجمهور النادي الاهلي، ان الفتره صعبه قوي، اقفوا جنب الفرقه. لازم يعني انا ما زعلتش ان انا خسرت بنتين مع المصري، يمكن انا دائما بحب اكسب، ولكن ما زعلتش ليه؟ لان اداء الفرقه كان كويس، ضيعنا اهداف كتير جدا، كنا ممكن نجيب هدف واثنين وثلاثه واربعه كنا نكسب المباراه، فانا ما زعلتش. فاوقف مع جمهور النادي الاهلي، يقف مع فرقته كويس قوي، لان الفتره الجايه صعبه. رايح على 4 بطولات، كاس ودوري وافريقيا وكاس عالم للانديه، وده يعني حظ او ده نصيب النادي الاهلي انك انت بتمثل دوله دايما. انت بتشتغل بس القاره كمان المره دي، لا وكمان يعني انت كذا بتشتغل مرة. خلي بالك النادي الاهلي بيبقى مظلوم في حتة الأحمال والشغل يا كابتن إسلام، باختصار كده أقولها لك ببساطة، النادي الأهلي بيلعب أكتر من الأندية المصرية بحوالي في السنة بحوالي 14 مباراة، ومش 14 مباراة قليلة. أنت ده في مباراة في كأس العالم للأندية بتبقى بثلاث مباريات دوري أو 4 مباريات دوري. أنا بتكلم الراجل مدرب، بكلمك على حمل المباراة نفسه. نعم. وعلى قوة الخصم وعلى التركيز الذهني. صحيح. غير السفريات اللي لعيبة النادي الأهلي بيشتغلها، فعلشان كده بقول لهم اقفوا جنب فرقتكم، إن شاء الله هيشرفونا الأيام الجاية، وإحنا لازم يبقى نفسنا طويل شوية، لأنه التحديات كبيرة قوي. فعلا. الناس بتجرجرك بره الملعب، ما تتجرجرش بره الملعب. الناس بتحكي كبيره النهارده. كلمه الكابتن في اولها كان النهارده قال في تقديمه لشركه المراسم في كراعي رابع للنادي الاهلي، اتكلم النهارده على هذه التحديات، قال ان النادي الاهلي بيقابله تحديات. قال وانا قاصد هذه الكلمه كابتن محمود النهارده. والله انا شايفها من زمان، من حوالي 8 سنين النادي الاهلي في تحدي كبير قوي. النادي الاهلي خلي بالك
في ضغوط عليه جامده قوي. انا يعني انا بكلمك على مثلا كاس افريقيا اللي فات، انا الى الان مش ناسيه انك انت المفترض انك تقف جنب فرقتك. وكاس العالم للانديه لما لعبنا بدون الدوليين حتى عملنا اداء كويس. انا مستغرب انت لما اي في اي دوله في العالم لما عندها فرقه بتمثل لازم الكل يقف معاه. ده كله انت عارف الدوري المصري معمول ليه؟ عشان الاهلي ياخده. غير ان الاهلي ياخده ده طبيعي. الاهلي ياخده بحق ربنا وبالعدل. لا ان شاء الله يعني. شاء لا الله. ما انا عاوز اقول لك حاجه، ما هو من الذكاء انك تقول النادي الاهلي خد البطولات دي كلها بالظلم علشان تبعد جمهورك عن يعني ايه بعدوة عن الكوره وعن ان النادي الاهلي بيكسب بالملعب. لكن انا اللي عاوز اقوله ايه، انه كل اللي احنا بنعمله ده من دوري والحاجات دي عشان ايه؟ عشان مصر تتمثل بره. صحيح. في افريقيا وفي العالم، في كاس عالم طبعًا. او كاس امم افريقيه. والله لو الزمالك نفسه بيلعب في كاس العالم انديه هنقف جنبه، لو لو هيكسب افريقيا هنقف جنبه لما يكون بيلعب فرقه من افريقيا. فانتوا اقفوا جنب النادي الاهلي. الاهلي افريقيا من غير الاهلي. لا انا لا ما انا بتكلم على انه يمثل مصر زي ما النادي الاهلي بيمثل مصر. نعم. وانت اصلا انا بحس ان هم بيحاسبوك ان انت بتمثل مصر، بيحاسبوك ان انت ناجح، ان انت طول الفترتين اللي فاتوا. عشان هو يوصل لهذا الامر باي طريقه، لانه في النهايه هذه الطريقه هي الطريقه المثلى لان انت تبقى تقول للناس كلها انا موجود، وتقول للناس كلها انا بطل، وتقول للناس كلها انا كبير. ده من خلال ان انت تمثل بلدك وتمثل قارتك بالمناسبه. طبعا طبعا. النادي الاهلي، النادي الاهلي بره عشان بس الناس تعرف. اتفضل. الفرقه بتتقاس بالقيمه التسويقيه بتاعتها. صحيح. عشان بس اريح الناس، عشان في ناس يقول لك مين اشهر ومين اكثر ومين اكثر جمهورا ومين اكثر قوه اي حاجه. انت عارف ان النادي الاهلي اغلى فرقه في العالم العربي لما يجي يعمل مباراه وديه عند الشركات. تعرف تاني فرقه بكلمك في افريقيا او في مصر، تاني فرقه لما بتروح تلعب مباراه القيمه بتاعه المباراه اللي هي الفلوس اللي هو بيتكلم على انك بتاخد اكتر منه ب 80% وده او 75% بالظبط. يعني انا بديك النسبه المظبوطه، يعني انت لو بتاخد مليون دولار في المباراه اي فرقه تاني في مصر، اقوى فرقه في مصر بعديك بياخدوا 250,000 دولار. فانا بكلمك النسبه دي الناس عاملينها ليه؟ نعم. الناس بيعملوها علشان بيقيسوا قوة الفرقة وبيقيسوا مدى تأثير الفرقة على أيوة. المباراة ونجاح المباراة اللي جايين. فعشان كده أنا عايز أقول لك إنه النادي الأهلي نجاحه في أفريقيا أو نجاحه في العالم أو بيشرفك. وبعدين خلينا نتكلم إن إحنا ما بنصارعش حد هنا في مصر، إحنا بنصارع مثلا ريال مدريد. أنت بتصارع على إنك أنت بطل اكبر بطولات ممكنه، انت بتصارع الانديه اللي عندها اكتر بطولات ممكنه. صحيح. يعني مش بطوله واحده اللي النادي الاهلي ممكن خدها نتكلم عليها يعني ونقول ان هم هي بطولات كثيره جدا نقدر نتكلم عليها كل يوم طول النهار. مش الاسلام انت لو مسكت اي واحد ايوه هتلاقي عنده انا عندي 19 بطوله. بسم الله ما شاء الله. يعني في لعيبه لعبوا عندهم 52 بطوله. حسام عاشور كان عنده 52. حسام عاشور عنده دوري اكتر من الزمالك، انت فاهمني؟ 13 دوري هو بيلعب. يعني اللي انا عايز اقول لك عليه انك انت في لعيبه واخده بطولات اكتر من نص انديه مصر. فانت بتيجي انت ممكن تيجي النادي الاهلي سنه واحده بتاخد 4 بطولات، فانت واخد على دي. والناس بقى يقول لك هي مش بالبطولات. لا هي بالبطولات. امال بنلعب ليه؟ بالبطولات دائما، والارقام يظل النادي الاهلي هو رقم واحد. انا بشكرك جدا يا كابتن عادل. اشكرك كابتن اسلام. اشكرك. شكرا جزيلا للنجم الكبير كابتن عادل عبد الرحمن. عايز اقول لحضراتكم ان النهارده مصطفى عسل نجم منتخبنا الوطني ونجم النادي الاهلي اكتسح الانجليزي محمد الشرباجي 3-0 وتوج بطلا لبطوله هيستن للاسكواش في امريكا. مصطفى عسل كتب تاريخ وبيصبح أصغر لاعب مصري يتصدر قمة التصنيف العالمي للسكواش. نجح أيضا مصطفى لاعب النادي الأهلي ومنتخبنا الوطني الوصول إلى صدارة التصنيف العالمي للسكواش بعد تأهله أمس لنهائي بطولة هيوستن المفتوحة بعد فوزه على مروان الشرباجي ب3 أشواط مقابل شوط وحيد. وبذلك
يصبح مصطفى عسل هو سابع مصري يصل لقمة التصنيف العالمي للسكواش بعد كل من عمرو شبانة وكريم درويش ورامي عاشور ومحمد الشرباجي وكريم عبد الجواد وعلي فرج. خلينا نطلع نشوف تقرير عن تصدر مصطفى عسل لقمة التصنيف العالمي في الاسكواش، وبعد كده فاصل، وبعد الفاصل الأستاذ جمال الزهيري والأستاذ عبد الحكيم أبو علم في ضيافة البيت الكبير. يواصل النسر المصري مصطفى عسل بطل النادي الأهلي تحليقه عاليا بنجاحاته وتألقه بعد أن تربع على عرش التصنيف العالمي للسكواش خلال شهر يناير لعام 2023. نجح النسر الأهلوي مصطفى عسل في كتابة التاريخ بعد أن أصبح أصغر لاعب مصري يصل إلى قمة التصنيف، ليصبح ثالث أصغر لاعب في العالم يتصدر التصنيف بعد الأساطير الباكستانية جاهانجير خان وجانشير خان، وليصبح سابع لاعب مصري يصل إلى صدارة التصنيف العالمي للسكواش. ونشرت رابطة المحترفين فيديو استعرضت خلاله لمحات سريعة من مسيرة مصطفى عسل التي بدأت قبل 5 سنوات في بطولات المحترفين، حصد خلالها 10 ألقاب. وبعد تأهل مصطفى عسل للمباراة النهائية ببطولة هيوستن، سيتصدر لاعب الأهلي التصنيف العالمي مباشرة نتيجة زيادة رصيده من النقاط، حيث من المقرر أن يتم الإعلان عن ذلك بشكل رسمي يوم الاثنين. كما وجه الحساب الرسمي للاتحاد المصري للسكواش رسالة تهنئة إلى نسر الأهلي بعد تأهله إلى نهائي بطولة هيوستن للسكواش، جاء فيها: مصطفى عسل سيصبح المصنف الأول عالميا بداية من يوم الاثنين، تهانينا لمصطفى عسل أصغر مصنف أول على العالم منذ جانشير خان، مبروك لعسل الأهلي تربعه على عرش التصنيف العالمي للسكواش، وننتظر منك المزيد. اهلا وسهلا بحضراتكم مره اخرى اعزائي المشاهدين. خلوني ارحب بضيوفي في هذه الفقره، استاذنا الاستاذ جمال الزهيري. ازيك يا استاذ جمال؟ مشرف ومنور. ازي حضرتك؟ الله يخليك. ايضا الاستاذ عبد الحكيم ابو علم. ازيك يا حكم؟ ازيك كابتني؟ مش هسالك السؤال المعتاد. لا لا لا، النهارده الاستاذ علاء عزت بالمناسبه بسلم عليك وسلم على حضرتك. طبعا قال لي هو الاستاذ عبد الحكيم ابو علم وصل ولا ما وصلش بال مش من المشوار اللي كان عامل قلق انت؟ لا لا، بس عايز اقول لك حاجه يا كابتن. كان في ناس في القطر النهارده وانا جاي، انا ما اتفرجتش على حضرتك في الانترو وانا فعلا؟ ليه؟ انا اكبر دليل ما كنتش في المؤتمر، انا ما رحتش المؤتمر. ما جيتش؟ لان انا كنت في الطريق جاي، فبيسالوني هم بيقولوا هو بيراميدز الحكام الاجانب اللي جايبهم من الدنمارك ليه؟ قلت لهم يا جماعه المعلومه اللي عندي. انا حكام اجانب لماتش ايه؟ ما انا ماتش الزمالك بكره. جايبين حكام؟ ما ده الناس بتسالني في القطر. لا لا لا، حكام مصريين. مصريين؟ طب ازاي؟ امال اشمعنى الاهلي يعني بيطلبوا حكام اجانب؟ مش عارف والله. اسال الاستاذ جمال بقى. لا على فكره، لا هم حرين، كل واحد يختار من ما يريده. هو حر، هو كاداره هو حر. بتطلع تشتكي ليه انك انت مضطهد وان انت مش عارف ايه؟ برضه هو حر يا اخي. ما انت يا ما احنا حتى اتكلمنا يوم يا استاذ ابو عكيف. والله القطر يا كابتن عايز اكتب مذكراتي في القطر. مذكرات؟ لا، يوم ماتش الاهلي، يوم ماتش الاهلي وبيراميدز احنا قلنا انه بيراميدز ما طلبش حكام ولا اتكلم في اي ماتش غير ماتش الاهلي. ويعني كمان ما اعرفش بقى كل يعني واحد حر يختار ما يريد. طب وحر يا كابتن تروح ترفع قضيه في المحكمه الرياضيه الدوليه وتقول اصل انا شاركت ككونفدراليه وانت من اول السنه ماضي على اللائحه المعلنه؟ لا طبعا دي بقى بس برضو خلي بالك، ما انا في الاخر انا كاداره لازم ابقى فاهم الكلام انت بتقوله ده، ان انا ماضي على لائحه. انا ده ماليش دعوه، مش بتكلم على بيراميدز دلوقتي، بتكلم بشكل عام. بيراميدز خارج، هم لهم كل الحريه في اختيار ما يروه مناسبا. صح. واحنا كمان لينا الحريه في ان احنا نقول راينا. يعني حضرتك كنت كابتن النادي الاهلي وكابتن منتخب مصر، تمضي على لائحه في بدايه الموسم في الفريق ولا لا؟ طبعا. طيب اللائحه دي بتطبق عليا، اللائحه فيها عقوبات، مش حضرتك ماضي بموافقه عليها؟ طبعا. ينفع بعد كده لو خصم لك 250,000 جنيه تقول له لا؟ او لا طبعا، ما انت ماضي عليها. صحيح. الف ب اداره. ايوه ماشي يا فندم. ده بشكل عام، لكن انا برضه مره ثانيه احنا اسف بقول لكم، لانه في الاخر كل اداره تسلك الطريق اللي هي عايزاه. ايوه بس احنا من حقنا، ولكن بشكل عام يا استاذ جمال، بما ان حضراتكم فتحتوا هذا الامر،
انا دلوقتي اعلاميا وحضراتكم اساتذه في هذا الامر الاستاذ جمال ده يعني استاذنا من كلنا طبعا ربنا يديله الصحه يعني من 300 سنه لا انا هم 5 سنين بس مش كتير فانا هسال حضرتك يا استاذ جمال اتفضل انا لما اعوز اتكلم اعلاميا واخلي الناس تتفرج عليا اتكلم على ايه اكيد على النادي الاهلي ما اعرفش لا ده 100% اوكي يعني عندكم كنت دايما اتعلم بص ايام ما كانت طبعا الوسيله الاعلاميه رقم واحد هي الصحافه المكتوبه كان كل الناس بتتمنى يعني ليه دايما النادي الاهلي مثلا بيبقى الموضوع الرئيسي رغم انه ممكن ما يكونش اهم المباريات صحيح انما الجماهيريه لازم الموضوع انت الرئيسي انت هنا كجورنان بتخاطب القارئ بتاع الجريده قول لي بالله عليك هتختار مين ولا مين لازم هتركز طبعا على الانديه صاحبه الجماهيريه ولما بنتكلم على الجماهيريه يبقى النادي الاهلي دي أيوة يعني الكلام ده حقيقي ده حقيقي جدا ما عشان كده انا بقول هو ده يعني هو ده دايما الكلام اللي انا بقوله انه خلاص يبقى لازم الكلام ده كابتن سمعي انا بتكلم عن مسؤوليتي الشخصيه هنا المره الثانيه بقولها الكلام ده لو اعلامي لو صحفي لو بتاع بيتكلم لكن ما ينفعش نادي لا ما هو انا ده طبقه بقى على كل الناس ازيك بشكل عام بشكل عام طبقه على كل الناس اي حد عايز يتكلم يعني مدير رياضي ما ينفعش يتكلم ولا يعترض الا في ماتشات الاهلي لعيبه ما تغلش مش تغل غل يعني يبقى عندها حقد غير عادي مش غل لان الغل ده مطلوب في الكوره حقد غير عادي ضد النادي الاهلي بس مدير تنفيذي ما يطلبش حكام اجانب او عضو مطرد الا في ماتش الاهلي ده الكلام ده يعمله اعلامي لا وغير كده المجهود اللي بيبذله اي لعيب كوره في مصر وهو بيلعب قدام الاهلي يختلف عن اي ماتش تاني بيزود الجل طبعا هو بيبقى مركز ان هو يوم ما يلعب مع الاهلي بيركز على انه هو يبذل اقصى طاقه عنده مش كره في الاهلي لان هو نفسه يثبت وجوده لا بس في نادي معين كره وبالتالي في طبعا في مش علاقه بقى مالناش علاقه مش عايزين لا لا في في طبعا ولكن فيه. اللي انا اقصده طبعا لكن لا. اللي انا اقصده في النهايه احنا بنتكلم بشكل عام لا نتكلم عن نادي بعينه انا بتكلم هنا وعلى فكره احنا عام. لازم هنا نوضحها ليه احنا ما بنقولش كده ما بندعيش ان المظلوميه برضو لا مش مظلوميه لا يعني اصل بعض الناس ممكن يقول لك ايه هو انتوا بتتكلموا على اساس النادي الاهلي فوق الجميع احنا بنقولش كده لو قلنا النادي الاهلي فوق جميع المنتمين اليه جميع اعضائه واخد بالك يعني دي نقطه محسومه لكن احنا بنتكلم على ايه انه النادي الاهلي شئنا ام ابينا او شاءوا ام ابوا هو النادي الاهلي بتاريخه معروف مفيش يعني احنا مش بنجامل النادي الاهلي في هذا الامر يعني صحيح بس يا كابتن معلش اتفضل خلينا مش هتكلم عن ماتش بكره خالص ماتش الاهلي وسموحه ماتش الاهلي وسموحه ده سيمي فاينال كاس القديم الزمالك وبيراميدز عشان حضرتك ما تقولش انا بتكلم لا 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 عايزين نتفرج على الاهلي وسموحه اوكي خلينا في الاهلي وسموحه الماتش ده يديني بطولتين يديني نسبه ان انا افوز ببطولتين كاس مصر والسوبر المصري لان السوبر المصري النسخه اللي جايه اربع فرق صحيح. فانت ازاي انت طلبت حكام اجانب لماتش دوري بثلاثة بونط مش عايز تطلب حكام اجانب لماتش يديك فرصه توصل ل 70 80% انك تنافس على بطولتين حقهم مش عايزين كل واحد حر مش عايزين لك إيه وتقول لي يا كابتن لا ما فيش توجه لا في توجه انا ما بقولش لا على فكره انا بقول لك من حق كل بالزبط. الاداره ان ترى التوجه المناسب ليها وتعمله صح. انا ما بقولكش ان ما فيش توجه لو قلت لك ان ما فيش توجه ده يبقى انا بس كل واحد من انا مش بتكلم على حضرتك انا بتكلم على طبعا لا حضرتك كابتن ما اقدرش اقول اصلا على حضرتك لا لا, لا مش قصدي انا قصدي ان في الاخر كل اداره لها مطلق الحريه في اتخاذ ما تراه مناسبا من كل واحد من وجهه نظره بيشوف ايه اللي مصلحه ناديه عشان يعمله حرين سواء بيراميدز او غير بيراميدز انا بتكلم بشكل عام ان اي اداره من حقها تطلب اللي هي عايزاه وتعمل اللي هي عايزاه زي ما احنا كده دايما بنطالب اداره النادي الاهلي ان هي تعمل واداره النادي الاهلي في الاخر بترى ما ترى مناسبا وتقدر تعمله وبتعمله وبرده طالما بنتكلم عن الحق بقى ما كانش من حق نادي بيراميدز او اي نادي تاني يعترض على ان النادي الاهلي طلب تغيير ملعبه وهي طبقت عليه لانه هو حر قلنا الكلام حسب اللائحه ما هو احنا بنتكلم على ايه يا كابتن اسلام انت كاداري في نادي معين بتبقى قاري اللائحه كويس جدا قبل ما تعترض صحيح صحيح يعني الله يمسيه بالخير كابتن سمير عدلي ده واحد من اعظم الاداريين حقيقي اللي تولوا المسؤوليه دي طبعا انا فاكر كويس قوي ان هو كان حتى مع المنتخب أيوة. بيبقى مذاكر الحقوق والواجبات طبعا ايه حقي وايه مش حقي فبالتالي
يوم ما بنطلب حاجة كنا في المنتخب كانت بتبقى عن حق، مش افتراء يعني. صحيح بالظبط. طيب احنا اللي نقصده يا كابتن، ما نقصدش ان احنا بنقول ان هما مش من حقهم وان كلنا من حقك، بس ما تطلعش تقول لي اصل انا واصل انا واصل انا واصل انا. ما انت هو الحقوق بتاعتك ايه؟ ما انت انت ليك مطلق الحريه تطلب حقوق كما جاي هنا، ما تطلبش، انت حر على فكره، ما حدش يتكلم عليك. بس انت ما تجيش بقى بعد ده كله ترجع ترمي الفوضى وتصدرها لنا وتطلعنا فزاعه بقى، واصل مش عارف مين، واصل خد، واصل انا بلعب بالنهار وده بيلعب بالليل يعني. لا لا طبعا، ما هي دي برضو من الحاجات اللي لا يجب مقارنه بصراحه الاهلي والزمالك مع اي حد تاني طبعا، رد عليهم ولا في التوقيت ولا في الجماهيريه ولا في اي حاجه. الحاج عامر الاهلي اكبر جماهيريه بعد الاهلي اكبر جماهيريه وبعدين نادي الزمالك وبعد كده البقيه. مين اللي بنحاول يتكلموا يا كابتن لو انت بتتكلم على كده وهم ما بيقولوش حاجه؟ الاسماعيلي الاتحاد مثلا، الاسماعيلي والاتحاد صحيح صحيح طبعا، دول انديه محافظه. صحيح اسوان دي انديه محافظات، انديه شعبيه. الاستاذ عامر حسين قالها صراحه والله النهارده فعلا، قال ان الشركه الراعيه، الشركات الراعيه عموما هي اللي بتطلب ان الاهلي والزمالك يلعبوا بالليل في توقيت معين عشان الناس تلحق تروح تتفرج. قال لك لان اللفظ حلو قوي، قال لك عشان العيال ما تزوغش، عشان العيال ما تزوغش من المدارس والناس ما تاخدش حتى الناس من سكواله يعني. لكن هي الحقيقه كده، انت عندك ناديين بيتمتعوا بالجماهيريه بصرف النظر عن الترتيب. صحيح. مين اكتر والنسب المتفاوته وكده، لكن احنا بنتكلم على جزئيه ليه بيراميدز لعب ماتشاته اكتر بالنهار. ده دي حقوق اللجنه المنظمه حقيقي يعني، ده حق. طب ليه في كاس العالم للانديه ريال مدريد ما بيلعبش الدور التمهيدي؟ لما احنا ممكن نرفع قضيه. لا ده مش كده كمان، ده ليه مش هيروح نرفع قضيه عليهم بقى؟ صحيح. ده ليه مش هيروح طنجه مثلا وبيلعب في الرباط؟ هيلعب في الرباط هي الموضوع كده يعني، هي كده محسوبه. والشركه الراعيه بتحاول تلبي طلبات الفريق الاكبر او الاكثر جماهيريه. مظبوط. دي بديهيات يا كابتن، مش مجامله لحد يعني حقيقي. وبالتالي ده نقدر نتكلم فيه، ده نقدر نقوله ان طبعا. احنا يا جماعه ما ينفعش تتكلم كده، لانه لا يمكن ان يتم مقارنه ده بالناديين دول كمان تحديدا، لانه نادي الاهلي 70 80 مليون، نادي الزمالك بعدين بشويه وبعدين بقيه الانديه. لا والله يا كابتن يعني بص، الاسماعيلي مثلا 7 مليون و8 مليون في الاسماعيلي مثلا، هنقول بتوع الكوره 2 مليون او مليون، انا اتقبل الاسماعيلي يطلع يتكلم كده والله. بص طبعا. انا قطعت لان ده نادي جماهيري، شوف الفرق الكبير قد، بس انا اتقبل اتقبل الاتحاد، ما عنديش مشكله خالص. لما يطلع يقول لك لا ساويني بالاهلي والزمالك اتقبل كده. اسوان اسوان طبعا. لكن انت تيجي تقول لي حضرتك بانهي صفه بتتكلم؟ انت بتجيب 35 تبقى مجرهم دافع لهم فلوس، جاي تقول لي جماهيريتي وتبقى بالنهار وبالليل ايه؟ مش منطقي طبعا. لا طبعا هي من الناحيه. احنا بنشكر اولا رابطه الانديه انها استجابت وردت على طول عشان تحل مشكله، ردا على مالك نادي بيراميدز. بس كمان طب ما الانديه كتير بتشتكي، ليه ما حدش بيستجيب برضه يعني؟ فاهم قصدي؟ يعني هي الاستجابه دي حلوه قوي، سريعه جدا، استجابه سريعه جدا. لا قد تكون عشان دي استثمارات بتتقال يا سيدي الفاضل. ما هو الاهلي استثمارات والزمالك استثمارات. صحيح. كل انديه مصر، ما هي برضه عشان احنا مش ضد حاجه معينه، مش ضد نادي معين، بس احنا بنتكلم على انه الكل سواسيه طالما انت بتعمل دوري، انت ما بتجاملش حد. صحيح. فنرجو ده في بكره اجتماع مخصوص للقصه دي، لجنه الحكام، عشان الحكام. طب ما الانديه كلها بتشتكي من الحكام. مظبوط. ما بتعملش ليه اجتماع مع لجنه الحكام؟ لا هو الاجتماع ده مش عشان ده مخصوص، ولكن لانه هناك شكاوى كثيره جدا من التحكيم خلال الفتره السابقه اللي فجرها ايه؟ الكلام بتاع نادي بيراميدز. خلينا برضو واقعيين. اللي انا عارفه ان كان الاجتماع ده قبل ما نادي بيراميدز طالع. هو فعلا صح، انا متفق مع حضرتك. كان بس هو يعني كان لم يحدد، لما عند حسب معلومتي بس كان في اجتماع، كان في اتجاه. يمكن ده يكون سرع الموضوع. صح. اللي سرع ممكن يكون عاجل فعلا. صح. صح. هو كان معد ان انت بعد ما الاستاذ جمال قال لم يرجع من الجزائر كان يتحدد معاه، لكن انت عجلت بسرعه بسبب الشكوى زي ما حضرتك بسبب الشكاوى الكثيره. يا ريت الاهتمام بهذه القضيه تبقى على مستوى اي شكوى من اي نادي. صحيح. كله سواسيه. مظبوط. اسوان زيه زي الاتحاد، زي الاهلي، زي الزمالك، زي كل الانديه. مظبوط. ما احنا ما بنعملش دوري يعني، هل ينفع البي طلبات نادي واحد؟ ما هو دوري لازم اهتم بكل مشاكل الانديه دي، مش عايزه كلام يعني. طيب استاذ عبد الحكيم برضو النهارده كان، خلينا نروح للجانب ايجابي شويه. النهارده المؤتمر الرابع للاعلان
عن الراعي الرابع للنادي الأهلي. أنا يمكن كنت قبل كده اتكلمت مع حضرتك إن ده جزء من الحاجة اللي بتبين قد إيه النادي الأهلي مؤثر، قد إيه النادي الأهلي البراند بتاعه بيوصلك لحتة تسويقية غير عادية. إن أنت وصلت المرحلة دلوقتي الراعي الرابع ولسه قدامك اتنين أو ثلاثة تانيين هتعلن عنهم تباعاً، وبتعلن عنهم بطريقة إيه؟ بص طريقة المؤتمر، بص الشياكة بتاعت الشكل، فعلاً لما تحط كابتن محمود الخطيب ومجلس الإدارة وتحطهم قدامك زي المشهد اللي احنا شايفينه، مشهد طبعا لازم اي راعي يجي لك، اي راعي لازم يجي لك بالمشهد اللي انت بتشوفه والشياكة والأناقة بتاعت الموضوع. كمان ان انت بتثبت الفوارق الكبيرة جدا في التخطيط المدروس، في انك ازاي توصل للهدف بتاعك، في الشعبية، في الجماهيرية، في حاجات كتيرة جدا بالشكل اللي انت شفته دلوقتي. اربع رعاة بجانب البث الفضائي للمباريات الفريق الاول، بجانب ان انت لسه عندك رعاة تانية هتعلن عنهم، رقم ان شاء الله باذن الله يوصل لرقم كبير جدا. انا بس الحاجه اللي عايز اقولها يا كابتن، الناس يتمنى، مش اي نادي، الهيئات كلها، مش مشكله ان انت مش عارف تجيب الرقم، ممكن تشتغل على تاخد سيستم النادي الاهلي وتشتغل زيه، بحيث ان انت بعد سنتين، بعد ثلاثه، بعد اربعه، بعد خمسه، توصل للمرحله دي، انك توصل انك تعرف تحقق الارقام دي وتعرف تشتغل كده. مش قصه تقول اصل الاهلي جاب كذا، طب احنا ليه؟ هي القصه مش كده خالص. قصه انت اشتغل على الحته دي، ممكن بعد ست سنين توصل، بس حط رجلك وابتدي. مش انت عايز تقول اشمعنى الاهلي؟ لا، انت النهارده لو برضو يا استاذ جمال لما بتسمع كلمه الكابتن محمود الخطيب رئيس مجلس اداره النادي الاهلي النهارده، هو بيتكلم بمناسبه الكلام اللي بيقوله الاستاذ عبد الحكيم، هو تقريبا نتكلم في هذا الاطار. احنا دايما بقول لكل، هو كابتن محمود قال كده النهارده، قال انا بقول لكل واحد في النادي الاهلي ان هو يشتغل عشان خاطر النادي الاهلي، مش عشان خاطر حاجه ثانيه. بقول لكل واحد في النادي الاهلي ان هو يتعب الفتره اللي جايه، لان الفتره اللي جايه قدامنا تحديات كبيره، وقالها مرتين لو حضرتك لا سمعت. وتابعت طبعا المؤتمر، وكمان الكابتن محمود الخطيب ركز على انه يرجع الفضل لاصحابه. بمعنى ايه؟ ان هو في يعني في بدايه كلمته رحب بكل نجوم النادي الاهلي اللي حاضرين طبعا في كل اللعبات طبعا، وقال ان هم دول اللي بيخلوا النادي الاهلي في هذه المكانه. هو النادي الاهلي الرياضي في الاول بالظبط. لا يعني انه النتيجه او المحصله اللي فيها دلوقتي قيمه النادي الاهلي التسويقيه راجعه لمجهودات سنين طويله يا حكيم. مظبوط. يعني من سنوات طويله وهي بتتبني. ايوه. ما هياش حتى نائب رئيس شركه الراعيه قالها صراحه، استاذ خالد اعلن صراحه انه النادي الاهلي من 1907 وهو بيبني تاريخه. صحيح. حتى وصل الى هذه المرحله من الثقه اللي بتشجع اي شراكه. يعني هنا اصل في حتتين، يعني في شراكه مع رعاه وفي شراكه مع برضو الشركه المتحده. حقيقي. يعني هنا شراكه ذات وجهين، فده في حد ذاته اعتراف وشيء عملي، تجسيد عملي يا حكيم على انه النجاح بيولد نجاح. يعني النجاح لا ياتي من فراغ، والنجاح كمان بيبني عليه نجاحات كتيرة جدا يا كابتن اسلام. حقيقي. ما هواش من فراغ. وده الراعي الرابع، وحسب ما احنا عارفين انه في الطريق رعاة اخرين. وكابتن محمود الخطيب يمكن اشار برضو وركز وحط خط تحت كلمة انه سعيد بهذه الشراكة، لانها جاية في توقيت النادي الاهلي كمان عنده بيمر بتحديات كبيرة حقيقي. وهذه وركز على كلمة تحديات يعني. نعم. فالنادي الاهلي بيعتمد على نفسه، على ذاته، على تاريخه في انه هو يعمل هذه النجاحات. فطبعا نقول الف مبروك للنادي الاهلي، والف مبروك ايضا لشركة مراسم. شركة مراسم. المراسم او المراسم السعودية. فبنتمنى ان تكون هذه الشراكة استكمال لمسلسل النجاح في مجال رعاية النادي الأهلي والشراكة مع الشركات الكبيرة. نعم. في هذا المجال يعني. عموما هي بداية جيدة، أو مش بداية، هي استمرارية، يعني رابع خطوة في طريق ان شاء الله يكون طريق في طريق الرعايه يعني. في طريق المليار ان شاء الله. نتمناها يا رب. انا ما اعرفش الارقام الحقيقه، ولكن اتمناها يا رب ان تكون ارقام، وانا متاكد ان هي ارقام ملياريه. نعم. ارقام ملياريه ان شاء الله.
رقم يعني فاهم يعني ماشي، لو النادي الاهلي يستحق ما شاء الله يعني، بس هو ده الحقيقه يعني. لكن عموما خلينا يعني نبقى سعداء وفخورين بما يفعله النادي الاهلي وبما يحدث داخل النادي الاهلي، لانه في النهايه زي ما حضراتكم شايفين كده حاجه محترمه جدا. النادي الاهلي كابتن وحضرتك ادرى مننا مؤسسه نعم تسير جميع اعمالها بشكل متناسق يعني متوازي، بشكل مؤسسي وبشكل متوازي صحيح، يعني على المستوى الرياضي، على المستوى الانشائي نعم، على المستوى التمويلي حقيقي. والدعم ده كله ما بيتم في وقت واحد يعني. حتى الكابتن محمود خطيب اشار النهارده لجزئيه ان النادي الاهلي ما بقاش مجرد مبنى واحد، ده انت عندك اربع منشات عملاقه في الجزيره اللي هو الرئيسي، ثم مدينة نصر، الشيخ زايد، التجمع الخامس، وبالإضافة إلى الأقصر. نعم. فده كله يعني بيدي مؤشرات بقى الناس يعني لكل ذي عقل يعني. طيب برضه يا أستاذ عبد الحكيم خلينا ننتقل إلى موضوع آخر، وهو موضوع يعني أنا شفت وأنا اتكلمت عليه في بداية كلامي النهارده مع جمهور النادي الأهلي من خلال البيت الكبير، اتكلمت عن اللي بيحصل في الإعلام الرياضي فيما يخص الامور الخاصه بالنادي الاهلي. تلاقي كابتن سيد عبد الحفيظ بيجري على الحكم وبيتناقش معاه، من تاليت ديت لمحمود متولي اللي انا شايف ان هو انذار ظالم. فانا كمدير كره بروح للحكم واقول له اديته انذار ليه؟ ما انا عايز افهم. فمن حقي على فكره ان انا افهم واتكلم مع الحكم، ما عنديش مشكله طالما لم اتجاوز. تلاقي ان الناس بتعلق وبيقول لك ما ينفعش ومش عارف ايه، وعلى الجانب الاخر في قنوات مفتوحه فقط لل اسمها ايه؟ اسمها ايه لغه يعني؟ قول كده بس المعنى. واحنا المعنى ان ما يعني شتيمه فقط، مش عارف الاقي حاجه يعني سب شتيمه يعني فقط او تجاوزات. تجاوزات بتحدث دائما في اتحاد الكوره ماشي، في رئيس لجنه الحكام ماشي، في لجنه الحكام ماشي، في الحكام وشرفهم واسلوبهم وطريقتهم في بعيدا عن اداره المباريات. طب انت بتسكت هنا او قافل عينيك هنا او فاتح عينيك هنا؟ طيب هو الكلام ده يا كابتن في الاساس جديد؟ لا طبعا مش جديد. لا ما احنا بنلقي الضوء عليه. سواريش، سواريش المدرب السابق للنادي الاهلي وقف مع لاعب بعد ماتش، يعني عارف الناس الاجانب ما بتبصلهاش بالعقد بتاعتنا، بيتكلم معاه ان انت كان ادائك كويس في الماتش على ما اعتقد، مش عارف وادي دجله او نادي تاني يعني مش متذكر الموضوع. الدنيا اتقلبت. طيب فيريرا راح لايمن، كابتن ايمن الرمادي اللي هو اسم كبير جدا 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 في التدريب، بس هو كان موجود بره، بيقول له العب كده قدام الاهلي ولا كانك سمعت حاجه. في نادي خمس محترفين فاشلين وانت هنا جاي بتكلمني عن مثلا برونو سافيو الدنيا مش موفقه معاه دلوقتي، مع ان راجل بادي كويس جدا وكان صاحب الهدف الاول في السوبر وبتاع، مش موفق في كام ماتش، وارد مع اي لاعب تحصل، لكن انت تركيزك على مين؟ لاعب من وسط خمس اربع محترفين اللي هم عندك دلوقتي، واحد اداؤه قل شويه والثلاثه كويسين جدا، لا ازاي؟ ما ينفعش بتاع، ركز على الاهلي المحترفين وبتاع والدنيا. الناحيه الثانيه في خمسه واحد جبته ومشيته، جبته ومشيته 2 مليون دولار وما لعبش ما لمسهاش وجات له حاله نفسيه حسب ما قال ومشي، ما حدش بيجيب سيرته. ما هو التركيز بقى هي دي النقطه اللي كنا حضرتك بتقول عليها، جزئيه ان النادي الاهلي بقى اشبه بالترند زي ما كنا بنقول ايه، الاهلي الجرنان مش هيتباع الا لو حطيت عنوان للاهلي، حطيت عنوان للاهلي مش هيبيع. دلوقتي بقى ايه الترند؟ لازم يبقى اهلي، حتى لو صح غلط اضرب وخلاص. اديها ترند، اطلع ترند رقم واحد تويتر. الترند ايه دلوقتي؟ فلان الفلاني اتخانق مع اللاعب الفلاني وغايب عن التمرين ثلاث ايام يعني مثلا، حلو؟ محمود كهربا النهارده كذا كذا كذا، اشتغل على كهربا. يا عم طب ما في خناقه الثانيه والله العظيم، في اي نادي على فكره، محمود كهربا محطوط في القايمه. ايوه هو لازم كهربا في الاسم وخلاص، هو لازم اسم كهربا وخلاص. يعني انا والله نتمنى ان احنا انا شفت حاجه بتتكلم كتير جدا، الكود الاعلامي الناس تطبقه وتبقى عندها حته حياديه، واحنا ما عندناش مشكله على فكره لو تم تطبيق الكود الاعلامي بصراحه. يعني ما احنا اول ناس بنطبق هذا الكود يعني. ده حقيقي، انت حضرتك دلوقتي مثلا بتتكلم على جزئيه الناس تخص النادي الاهلي، حتى احنا بنتكلم انتقاد موضوعي، وعلى فكره النادي الاهلي كنادي اهلي بيتقبل النقد الموضوعي جدا. انا راجل بشتغل صحفي وبكتب في شغل كويس جدا والناس بتتقبل، طالما النقد بعيدا عن الزمن الماليه وبعيد عن حاجات معينه، الناس بتتقبل النقد الفني وبعيد عن التجريح، ما عندهمش مشكله خالص. وبالعكس لو انت قابلت حد فيهم بيناشك، لكن انت لما حضرتك تيجي تتكلم بتنتقد في الاهلي وما تجيبش سيره اي حاجه تانية خالص، مش موجود. طيب موضوع الصفقات، انا اسف ان هتكلم في الموضوع ده، النادي الاهلي متاخر، طب هي الانديه التانية جابت ايه؟
طبعا حق الجماهير، وده العنصر الوحيد اللي اتكلم في الجزئيه دي انه قلقان على الفريق، طلع الجماهير بره الموضوع. لكن انت ماسك في الاهلي الصفقات، اصل فشل، اصل مش عارف مين، طب وفاء بقى الانديه فين؟ هي بقى الانديه مش عايزه لعيبه برضه، ولا هو التركيز مع الاهلي بس؟ ففي جزء اعلامي يعني، اتمنى الناس تبص للحته دي. يعني يا جماعه بالراحه شويه على النادي الاهلي، من النادي الاهلي بيبيع، بس ما في انديه ثانيه ممكن تبيع برضه معاك. بيع اقل. ايوه طب. طيب طب حلو، طالما بيع اقل. ايوه لا انا قصدي ايه، لا انا قصدي برضه علشان الناس برضه ترجع تكلم يا عم اسلام وما الموضوع وليه وعملت. انا الموضوع بالنسبه لي الناس اللي انا بتكلم عنها يعني. بالعكس يا كابتن حاج، بتقول نقطه مهمه جدا على فكره. نعم بتقول حضرتك موضوع خطير جدا والله. والله العظيم حاجه بتقول موضوع خطير جدا. لو هو ده الموضوع ده، لو احنا بنتكلم بشكل عام يعني، لو ده مثلا في حد تاني، انا جبت صور لبعض الانديه ماسكين في الحكم يمكن أسوأ من موقف كابتن سعد الحفيظ، ولم يتم عقابهم اطلاقا. مش الزمالك وغير الزمالك ومصري ومباراه اخيره برضو كنت جايب الصور ليها غير المباريات دي، مثلا مانشستر يونايتد ومانشستر سيتي. هي ايه المشكله لما الحكم مع اللاعب يروح يتكلم مع الحكم؟ عادي بتحصل. اهو احنا جبنا 8 لاعبين واقفين حوالين الحكم واللاين مان، مفيش مشكله. ماتش مانشستر يونايتد ومانشستر سيتي مفيش حاجه، مفيش الحكم ما جريش يطلع كابتن ومشى هنا وزق هنا. في توجه برضو خلال الفتره اللي فاتت لايهام الناس، يعني يدخلوا في دماغهم وهم ان لجنه الحكام دي بالتشكيل الحالي بوجود كلاتنبرج بتجامل النادي الاهلي. في توجه لده طبعا. هذا التوجه بيوصل، خلي بالك، في بعض الناس بيوصلوا هذا الكلام كتر الالحاح في كلاتنبرج، في بدليل انه هو بص يا كابتن، بص يا فندم، عادي طالما بص كم واحد 1 2 3 4 5 6 7 8 واقفين حوالين الحكام اهو. ايه المشكله يا كابتن؟ الحكم طلع انذار ما طلعش انذار، الحكم زق اللعيبه ما زقش اللعيبه. لا ولما تيجي بعيد، لا لما تيجي تطلع انذار مش هتنقي، صحيح هتطلع انذار للاولاني. هي مفاجاه بصراحه. قوطه مين اللي بيعترض؟ مين اللي بيعترض؟ حمدي فتحي، كابتن حمدي فتحي اللي كان بيتكلم معاه. نعم. ماشي هو ايوه رايح لمين؟ لمتولي، لان كابتن حمدي فتحي اللي هيتوقف. استناه لما جه، استناه لما جه يعني. هو اللي رايح بيتكلموا على الوقت الضايع حمدي فتحي. مش احنا بنقول ان احنا بنحترم الحكام؟ طبعا وما زلنا بنحترم الحكام وسنظل لكن برضو لازم حد بس أعتقد. انا على فكره انا لم اطلب شيء، والاستاذ عبد الحكيم يقول زي ما هو عايز، وحضرتك تقول زي ما انت عايز، ولكن انا بالنسبه لي طلبي عشان بس ما حدش يقول لك شايف ايه، لا انا طلبي ان انا يطلع عليا حد من لجنه الحكام يقول لي لماذا انذر محمود متولي. ما هي باينه يا كابتن. لا انا عايز، انت قصدك في رد يعني؟ انا عايز رد بس، حد يرد عليا يقول لي لماذا انذر محمود متولي. انا راجل بتكلم مع عبد الحكيم، اجي انذر استاذ جمال ليه؟ طب انا بقى الطريقه اللي انا شفت بيها اللقطه اللي حضراتكم شفتوها، متولي دخل زق حمدي فتحي علشان يتكلم مع الحكم هو، وعلى فكره بيتكلم وقبل ما يتكلم خلاص. محمود متولي ده واحد مهذب جدا، مهذب. ببص هو زق مين؟ لا استنى بقى، لسه هيجي. رجعها لي سنه لو سمحت. لا ده هو رد فعل مستغرب. بص ده، بص هو انا بتكلم مع حمدي فتحي دلوقتي، احمد عبد القادر جاي بتكلم معاه، بقول له اطلع بره وامشي اتفضل. اهو بص قام زق زميله بيتكلم مع الحكم. لا طبعا يعني اهو، ما هو عارفه الحكم باصص طلع اداله انذار. مش فاهم حد بس يفهمني. على فكره ممكن تبقى حاجه، حد يقول لي حاجه مقنعه اقتنع بيها، وجمهور الاهلي خلي بالك، جمهور النادي الاهلي جمهور ذكي وواعي. الكلام اللي انا سمعته وسيد اهو بيزق لعيبته بيقول لهم امشي. طب يا كابتن اسلام، عند حضرتك نهايه ماتش اسوان والزمالك يعني؟ لا ما انا بتكلم، ما هي ما هي نفس الواقع. جبت الحاجات دي، جبت الحاجات لا ما هي نفس الواقع يا كابتن. على فكره انا والله العظيم، والله العظيم اقصد الزمالك. والله ما اقصدها، انا بتكلم عن نفس الواقع. اتنين لعيبه راحوا اعترضوا على كابتن امين عمر بنفس، بالعكس الثانيه كان فيها. ما هو ده اللي انا بقوله بقى، لو حضرتك هنا اديت انذار والله ما كان حد اتكلم هنا. ايوه صح. طبعا او في ماتش، اي ماتش مصري وكذا. طيب انا سمعت حاجه ما اعرفش برضو صح ولا لا. اوكي سمعت ان كلاتنبرج وجه لوم مباشر للحكم، اسمه ايه، وليد عبد الرازق ولا للحكم وليد عبد الرازق على الواقعه دي. حلو جدا، انا استفدت ايه مثلا؟ وجه لهم. لا ما هو وجه لهم حضرتك زي ما انت عايز. انا استفدت ايه؟ كان لازم انا اللعيب بتاعي مش هيبقى موجود. طب ما انت تملك انك ترفع الانذار. طبعا نعم، طب ما انت تملك انك ترفع الانذار بدل ما تعمل لوم، ارفع الانذار مثلا يعني. يعني انا اللوم ده
حلو جدا ولطيف وجميل. لا والحكم هيتوقف الماتش اللي جاي. طب انا يعني انا استفدت ايه؟ لا الحكم مش هيتوقف، بس انت حضرتك لو جهت اللوم انت تملك في تقرير صغير ارفع الانذار ببساطة شديدة جدا. هو الحكم يعني ما اعرفش، انا الحقيقة انا ما اعرفش صحة هذا الكلام من انا سمعته والله اعلم يعني، يعني من المصادر البسيطة اللي عندي انا عارف ان 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 كلاتنبرج في مثل هذه الامور بيبقى حازم جدا في مثل هذه الامور، وبالتالي لما لمشي انا في النهايه اعتقد ان بس هو في النهايه ممكن انا خسرت محمود متولي في ماتش قمه، وفي النهايه هو ممكن يكون مش هيقدر يعمل ده، يقدر مش هيقدر يرفع الانذار، لكن في خطا اوكي اعترف بيه كويس، انما في النهايه مين المتضرر؟ النادي الاهلي طبعا 100%. هو ده اللي انا بقوله ان طبعا النادي الاهلي هو طبعا 100% المتضرر الاكبر في هذا الامر، ولا حضرتك ولا انا ولا على فكره هو مشجع النادي الاهلي. هو في النهايه محمود متولي او غيره انا بس اللي انا بطالب فيه، ما هو محمود متولي ما هو في رامي وفي محمد عبد المنعم ان شاء الله ربنا يكرمهم يبقوا زي الفل، ولا في ايمن اشرف وفي مغربي وفي 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 الثقه كلها في اللعيبه كلها. هو انا ليه يعني زي يقول لك ايه، اصل هو الحكم يعني هي يا عم اسلام الدقيقتين اللي انتوا الحكم ما خدهمش ولا الدقيقه و23 ثانيه ان الحكم ما دخلهمش، المهم انك تاخد حقك كنت هتكسبه فيه. المهم انك ايوه يا سيدي كنت المهم اديني حقي يا عم، لو انا مغلوب 20 ما بقاش ممكن اجيب جون يبقى 20-1 بالظبط بالظبط، ممكن ما اجيبش جون ممكن هو يجيب 21. وانت لو لاحظت برضو انه حتى كابتن حسام حسن ما عملش ولا تغيير غير في الخمس ثواني في الخمس ثواني اللي في الاخر دول ضيع فيهم دقيقه. ايوه يعني يعني قد تكون فكرته او هو عاوز يعمل كده طبعا بيكسب وقت او بيضيع وقت، ده من حقه برضو حقه هو. لكن بالزبط. لكن ما يبقاش برضو من حق محمود جاد حارس المرمى انه يقع يعني يعني وبعد كده اللي بيتكلم بيقول لك هو طلع قال كمان بعد كده بعد كده اللي بيتكلم يقول لك انتوا مثلا كنتوا محتاجين الدقيقه ونص. طب يا سيدي انت مين قال لك ان الراجل كمدرب ما اتكلمش مع اللعيبه بتاعته قال لهم انتوا كنتوا ضيعتوا فرص الفوز في الماتش؟ انت تعرف منين؟ صحيح ما هو اكيد هو الراجل قاعد مع لاعيبته واحد زائد واحد سبب. ما هو دور المدرب جزء من دور المدرب ان انا اجيب فيديوهات واقول للاعيبه بتاعتي كذا، تعرف منين ان الراجل ما اتكلمش معاهم؟ وتعرف من احنا نفسنا نعرف مين الراجل ما عاقبش لعيبته مثلا؟ ما هو اكيد وجه لهم لوم صحيح، لكن في نفس الوجه له لوم اديني حقي بس هاتوا حقه صحيح. ايوه صح، جزء النقد وان الراجل يواجه لاعيبته وانتوا قصرتوا ده جزء المدرب، واحنا برضو ممكن ننتقد، لكن انا شايف ان لعيبه الاهلي ممكن نقول الدنيا كانت كويسه بس كانوا محتاجين اللمسه الاخيره تخلص. في نفس الوقت انت ضيعت عليا 4 لـ5 دقائق اخر الماتش، مش دقيقه ولا دقيقتين على فكره، مش دي انا بتكلم يعني زي ما بقول لك يعني انا شفتها دقيقه 23 ثانيه حضرتك ممكن تكون حسبتها بطريقه اخرى أكتر. انا لا وبرده الكره لما تقف والوقت بيضيع كده انت بتخرج عن الجيم خالص حقيقي، لعيبتك بتخرج عن الماتش. لا ده انت وقفت من الدقيقه 3 ايوه يعني اصلا لحد الدقيقه 5:30 يا كابتن مازن، يعني انا وجهه نظري انت اكتر من 3 دقائق على الاقل. لا هو ادى يعني دقيقه ادى دقيقه وشويه، هو صح 3 دقائق لكن هو ادى دقيقه وشويه وكم ثانية خلص على 97 وكم ثانية. كابتن ضياع الوقت مش بس وقت كده بغض النظر يعني ضياع الوقت كمان اديني حق معنويا انت بتهمل. ما هو كابتن انت اللاعب لما يعرف الوقت الضايع خلص عصبيا مش هيبقى الوقت زي ما الوقت بتاعه يعني متاح. سيبك من الوقت نفسه القيمة كمان في ان تركيزك. ما انت بص يا كابتن عشان نطلع من المعضلة دي، الاهلي ما اجتش وما خلصش الماتش، بس انا في نفس الوقت عايز ايه؟ اديني جزء من حق يا عمي في ادارة وفي جهاز فني وفي مدير كوره هيوجهوا لهم اللعيبه، بس حضرتك ادي العنصر ده زي ما انت حضرتك بتعمل في الناحيه في اي ناحيه في كل الانديه بتدي الوقت الاضافي صح، الوقت بدل الضايع صح، ادي الوقت هنا صح. كاس العالم كان الوقت بيبقى في ماتش وصل 14 دقيقه او 14 دقيقه في ماتش. طب ايه المانع ما تعمل كده؟ مش عارف ليه يتم تطبيق هذا الامر، يعني هو هنا بياخد كل حاجه، طب اشمعنى ده اللي ما بتطبقوش؟ هل ده عشان فريق يكسب فريق بيتعمل عشان كده ولا بيتعمل عشان ده حق الفرقتين؟ حق الفرقتين حق الفرقتين مظبوط، انه لان مزبوط. انت ممكن تدي وقت اضافي يجي فيه جون صحيح، مش لازم انت اللي تجيب جون صحيح، يعني انت فاهم قصدي، فلابد طيب. من مراعاه هذه الامور. الحقيقه برضو واحنا بنتكلم في نهايه هذه الحلقه مباراه مهمه، مباراه سموحه الدور قبل النهائي في كاس القديم السنه السابقه، وبالتالي مباراه صعبة خصوصا في ظل التعادل في الدوري يا أستاذ جمال. شوف هي دي بطولة منفصلة نعم، وبطولة مهمة جدا، وأرجو أن كل اللعيبة تبقى في كامل تركيزها في هذه المباراة. ليه؟ لأن برضو أنك توصل أو الفريق المنافس يوصلك لركلات الترجيح والفيلم يا ده مش مظبوط،
يعني احنا هنا بنتكلم بقى على اهميه استغلال كل الفرص. نعم. يعني احنا اتفرجنا في ماتش المصري فرص سهله جدا يا كابتن. فالمفروض الفرص دي زي ما قلنا قبل كده لو انت استفدت من فرصه في الشوط الاول انت بتنهي المباراه بدري. بدل ما تخش في الجو اللي هو بتاع الوقت اللي ضايع. ما هو الفرقه اللي قدامك كل ما انت بتاجل تحقيق الهدف بتاعك هو كمان بيطمع بقى هدفه الاساسي ايه. يمكن في الاول بيبقى طمعان ان هو يخطف كوره يجيب جون, دلوقتي بقى هدفه الاساسي انه ينهي المباراه كده. فاحنا بنتكلم على ايه؟ على انه هذه المباراه مباراه سموحه في الكاس مهمه جدا 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 ولا تحتمل اي فرص ضائعه صراحه. يعني لابد كده انه كل لعيبه النادي الاهلي ياخدوا بالهم من هذه الجزئيه مهمه جدا, واي فرصه مهمه جدا ما تضيعش. فنرجو انهم ان شاء الله يقدروا يستغلوا كل الفرص. المباراه دي يا كابتن بعيدا عن هي بطوله منفصله, دي بتديك فرصه انك تنافس على بطولتين, انك لو انت ان شاء الله باذن الله ربنا كرمك كسبت هتروح هتروح فاينل الكاس القديم. النقطه الثانيه بتنافس على الكاس وبتنافس على بطوله السوبر, نهائي البطوله اللي جايه تلعب من اربع فرق, فانت كده ضمنت التواجد في السوبر المصري. فانت هتديك كاس مصر تديك على فرصة. فكره اللي جايه, لكن اعتقد ان السنه اللي فاتت دي هي مباراه واحده البطوله دي الكاس القديم, يعني الكاس القديم ده مباراه واحده, لكن اللي جاي اللي هو اللي احنا مش عارف اوصفها ازاي اللي احنا فيه ده هيبقى نهائي عادي, نهائي اربع فرق. هم قالوا النهائي بتاع السوبر هيبقى في السنه الجديده اللي هي دي, لكن اللي فات اعتقد ممكن يكون على اساس ان احنا ايا كان انت عايز البطوله تمام طبعا. برضه هتديك ان انت حتى لو صعدت نهائي هتديك فرصه ان انت هتكسب ان شاء الله النهائي وتبقى موجود في بطوله ثانيه. النقطه الثانيه بقى اللي هي بعيدا عن التعادل, انت بتلعب فريق ليه طموحات مختلفه, بمعنى كابتن طارق العشري محتاج انه يثبت نفسه لناديه والجماهير ناديه وان هو يستحق هذا المكان, وبيخلق وكابتن طارق العشري بيجيد لعب المباريات دي اللي هي يفضل يقفل تمام ويحاول يجرك لجزئيه بتاعته. فنتمنى ان احنا نكون حذرين جدا جدا من النقطه دي, دوافع الكابتن طارق العشري انه يثبت نفسه للاداره ونقدر نتخطى المرحله دي. اخيرا هاخدكم لحاجه بعيدا عن كره القدم وهي كره اليد والانجاز الكبير, هو حتى الان لا يعتبر انجاز, ولكن الحقيقه وانت قاعد بتتفرج على منتخب اليد في بطوله كاس العالم امام كرواتيا والنهارده امام المغرب بتبقى سعيد جدا يا استاذ جمال ان انت عندك منتخب بهذه الروعه وبهذه الكيفيه الرائعه. كره اليد منتخب اثبت انه يسير على الطريق الصحيح منذ سنوات, يمكن بعد شويه في فتره, لكن رجع تاني الى الواجهه بشكل كبير جدا. وده يعني يخليني دايما افتكر من وضع لبنه النهضه في اتحاد كره اليد, كابتن حسن الدكتور حسن مصطفى. من زمان هو اللي خلى منتخب مصر او كره اليد المصريه على المستوى العالمي, ولذلك احنا لازم نوجه له التهنئه, وايضا نوجه للاتحاد الحالي التهنئه على هذا الاداء, ونتمنى انهم يستمروا على يعني هم كسبوا كرواتيا والمغرب النهارده, والمغرب كرواتيا كسبوا امريكا بشكل قوي جدا جدا وضمنوا التاهل الى الدور القادم الدور الثاني حقيقي. فاعتقد ان هم ان شاء الله واعدين جدا ويقدروا يحققوا حاجه جميله. استاذ عبد الحكيم انا مش هضيف كتير على الكلام حضرتك وكلام الاستاذ جمال, لكن هقول نقطه, نتمنى ان احنا في كره القدم نتعلم من نموذج كره اليد حقيقي والله العظيم في كل حاجه. على فكره يا كابتن مش حته ان انت عامل دوري ملتزم ودوري منتظم, لا حتى في الروح والاخلاق. بص حضرتك حقيقي بص اللعيبه مع بعض ومع رغم كل المحاولات نجر اللعبه دي للتعصب والمش عارف ما حصلش. عايز اقول لك حاجه, انا واحد من الناس شفت احمد الاحمر في الشارع في جنبي في البيت اللي هو ساكن جنبي, شفته سلمت عليه وحضنته وبصه. انا بحبه جدا لانه اسطوره كبيره جدا لمنتخب مصر وفي كره اليد بالنسبه لي يعني, واسطوره محترمه بعيدا عن اسطوره محترمه جداً. عمرك ما تسمع منه كلمه زي محمد عبد الشافي, وحد بيقدر يتكلم عن محمد ولا حد يقدر مثلا ولا حد يقدر عليه نجم نادي الزمالك ولا حد يقدر ينط عليه. الاخلاقيات كابتن حلمي طولان صحيح كابتن حسن لا احنا انا بدي امثله حتى من لعيبه لا بعيد عن بص كابتن حلمي طولان تقدر حد ينكر واحد من اساطير نادي الزمالك؟ لا طبعا. بص ما لا طبعًا. هنا بقى مش هنقعد نعلي على بعض. كابتن حلمي طولان ده اسطوره, تقدر تقول لي في يوم من الايام حلمي وكابتن حلمي طولان لو جه قناه الاهلي نفسه هنا
هيقدر يجامل مثلا فعلا هيجامل مثلا هيجامل الاهلي على حساب الزمالك؟ مستحيل اكيد ناديه، لكن انت لازم تحترمه. صحيح، زي ما احترم كابتن محمد عبد الشافي احمد الاحمر، يحيى الدرع. يحيى الدرع ما هو راجل بيلعب في الزمالك محترف بره، تقدر تقول مش واحد من اهم اللعيبه على مستوى العالم دلوقتي؟ لا انا بتكلم انه ليه انا بقول كده، لانه في النهايه لان دي ناس بتحترم طبعا الرياضه والمعنى ويحترم ومعنى الرياضه وبيحترم يا كابتن. ده كانوا كانوا في النيجر، الناس كلها بتحبهم، كانوا في النيجر يا كابتن، كانوا في النيجر في كان بطوله السوبر الافريقي وبعدها بطوله الانديه ابطال الكؤوس. اللقطات اللي كانت بتيجي لعيبه الاهلي والزمالك طالعين يصلوا ظهر الجمعه مع بعض، الاجهزه الفنيه واللعيبه وبتاع، يعني تحس الروح بيبهدلوا بعض في الملعب. خلي بالك ده في الكوره بيحصل برضه، يعني في بس الكرة احنا اتجرينا خرب اخر كام سنه يا كابتن لسكه اللي بيحصل ظهور شخصيات معينه كده وصلتنا بالظبط كده، وصلتنا الحاجات. لكن في اليد على فكره هم بيحاولوا يجروا اليد كده، بيحاولوا يجروها للحته دي. نعم. لكن لحد دلوقتي الاجهزه الفنيه لكل الفرق واللعيبه والمسؤولين اللي بيواجهوا الكلام ده كله بكل قوه. نعم. لحد دلوقتي ده الايقاف الوحيد جه من خلال اليد، الايقاف الوحيد اللي حصل جه من خلال اليد. عموما نتمنى يا رب كل التوفيق للنادي الاهلي، ان شاء الله نتمنى قبل النادي الاهلي نتمنى كل التوفيق لمنتخبنا الوطني لكره اليد خلال الايام القادمه في مبارياته القادمه، لانه كلنا في ظهرهم وكلنا بالمناسبه انا بحدد مواعيدي على مباريات ال طبعا والله يا استاذ لا والله مصر كلنا بتتفرج على ماتشات، كلنا بنتفرج عليهم وكلنا في ظهرهم، اهلاويه زملكاويه هنا ولا هنا ما عندناش اي مشكله، ولكن نظل دائما كجمهور مصري في ظهر منتخبنا القومي في مباراته في كأس العالم لكرة اليد، وإن شاء الله كل التوفيق للنادي الأهلي في مباراة بعد بكرة إن شاء الله. أنا بشكرك جدا، شكرا كابتن إسلام، ربنا يخليك، شكرا جزيلا أستاذ، شكرا كابتن إسلام، أنا بشكر حضراتكم، شكرا جزيلا، غدا حلقة جديدة من البيت الكبير.